موحد القطارين، موحد القطارين، يبقى أكيد قصده اللي خلاهم يتقشوا ببعض، يبقى أكيد السواق. سواق إيه؟ موحد القطرين مين؟ ينام بحذائه ولا يفارقه. حصان ايه؟ في ايه؟ ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ يا جدو انت صاحي؟ انا كنت فاكرك نايم. كمان؟ يعني لو كنت نايم كنت هتعمل الدوشه دي برضه؟ انت امك مسلطاك عليها يا ابني. اعمل ايه يا هلو بقى؟ ما انا بجرب السماعات الجديده عشان لسه مستلفهم من واحد صاحبي. يلا لم الحاجات دي، انا داخل انا. يلا. ماشي. الورق ده انت جبته منين؟ من الكتاب ده. شخصيه مصر؟ اه. هي شخصية مصر بقت تتبعتر دلوقتي تحت السماعات؟ ما انا قلت بقى ايه؟ اعزل السماعات عن الارض عشان الجيران ما يطلعوش يعملوا لنا بوليكا زي كل مرة. بوليكا؟ بوليكا؟ اه. وفين بقية الكتاب؟ لا ما هي كل سماعة خدت اللي فيه النصيب بقى. شخصية مصر دلوقتي بتتفرش تحت السماعات. يعني اقطع الكتاب ولا اسيب السماعات تعمل لنا هزة أرضية؟ وبعدين مش أنت قريت الكتاب؟ يعني إيه ده؟ هما علموك كده؟ إن الكتاب لما يتقري يبقى إدم؟ يلا. جمع لي الكتاب ده زي ما كان. ماشي. فاهم؟ حاضر حاضر حلو. يلا. حاضر والله العظيم هرجع لك كل حاجة زي ما كانت دلوقتي، حاضر. أنا كده اطمنت على مستقبل البلد، كانكو خير. نهى منظور، خريجة إعلام قسم الصحافة، اشتغلت في جرايد كتير قبل كده بس سابتها، هتشتغل معانا صحفية. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة يا نهى. أنا أسعد يا أستاذ هلال. على فكرة يا هلال، نهى رفضت إنها تشتغل في أي جريدة حكومية مع إنها طالعة من الأوائل على دفعتها. هي شافت إن توجهاتهم مختلفة تماما عن طريقة تفكيرها. ما شاء الله، اللي زي نوها دلوقتي عملة نادرة. وانا جي ايه جنب تاريخ حضرتك يا استاذ؟ ما قالك النهارده عامل قلق. ما انا قلت لك من الاول لو مش عايز الجورنال يتقفل بلاش انا. ليه بقى؟ طول ما احنا بنقول الحقيقه محدش يقدر يتكلم. دراز ده صديق عمري. بس ده ما يمنعش انك تخف في ايدك شويه. ولا صديقي ولا حاجه. ده انا مره قابلته في القهوه لقيت واحد نايم على كرسي كده، ضربته على دماغه صحيته. غدا كامل حاضر عن المتهمة. طلباتك يا أستاذ. أنا يا فندم بطلب التأجيل لحين استدعاء الشهود اللي أساميهم موضحة أمام سيادتك، نظرا لأهمية الشهادة بتاعتهم في القضية. تؤجل القضية لجلسة 24 مارس 2018. رفعت الجلسة. تأجيل ليه يا أستاذ؟ أنا عارفة أنا بعمل إيه. طمني يا حبيبتي هتطلعي. يا بابا انا مش قادره اقعد هنا اتصرف، خرجني. اهم حاجه انك تبقي عارفه معاني الاشياء عشان تقدري تفسريها. معلش انا اسف، قلت لي اسمك ايه؟ نهى يا استاذ. نهى، اسم جميل نهى. عارفه معناه ايه؟ لا. نهى يعني العقل.
بجد انا مبسوطه قوي اني هشتغل مع قامه صحفيه كبيره زي حضرتك. اه انت كده بقى دخلت غلط. ليه بس يا استاذ؟ عشان بتمدحي فيا من غير ما تعرفيني. الاسلوب ده يبقى في الجرايد التانيه، هنا لا. بالعكس يا استاذ، انا عارفه حضرتك كويس قوي، انا قريت مقالات لحضرتك وعملت سيرش على النت وعرفت عنك كل حاجه. مش كل حاجه تقريها وتسمعيها تصدقيها. انا كنت متابع حملتك الصحفيه عن حادثه قطر السعيد في 2013، وحملتك ضد المسؤولين عن تسمم تلاميذ المدارس في ملاو واخميم وابو حماد 2017، وقريت كمان عن هجومك للحكومه في 93 بسبب خصخصه الشركات العامه. طب سين، في 5 ذو القعده سنه 1995 كنت بعمل ايه؟ ما كنتش بتعمل حاجه حضرتك، عشان اقلوك من منصب رئيس التحرير في الجريده القوميه وقتها. الله، ده انت مذاكراني بقى. ايوه طبعا يا استاذ، انا متابعه حضرتك من وانا بدرس في الجامعه، وبصراحه كنت مستغربه قوي ازاي كنت ماسك منصب كبير زي ده وفضلت تهاجم وتعارض في قرارات الحكومه. بص يا نهى، الدنيا دي قامت على النقيضين، في خير تلاقي قصاده شر، في جنه قصادها نار، في حكومه قصادها معارضه، وانا معرفش اكون غير في المعارضه. عشان كده انا معجبه بقلم حضرتك. اه قولي كده بقى، بتمدحي فيا عشان عينك على القلم. هما رجعت من الشغل يا منى؟ لا لسه. طيب يا حبيبتي. طب بابي، هو ممكن اخرج مع اصحابي النهارده؟ لما ماما ترجع بقولها. بس هي بتقولي لا. وبعد اللي حصل ده لازم تقولك لا بابي. بس انا منى، انا راجع من الشغل تعبان وعايز ارتاح، عندي اجتماع بالليل. لسه بتفرش؟ ايه اللي جابك متاخر النهارده؟ انا مش جاي متاخر، انا جاي من بدري، بس كنت متدهوي كده على جنب لغايه ما البلديه تمشي. ما انا قايل لك اعمل ترخيص بالمكان عشان ما تقلبش دماغك كل شويه. والله انا عايز يا استاذ هلال، بس هم اللي مش عايزين. انا عايز كتاب شخصيه مصر الجزء الرابع، عندك؟ عينيا الاثنين، لحظه واحده. اتفضل يا استاذ هلال، الجزء الرابع اهو. خد التاني ده كمان معاه. حاضر. استنى وده. حاضر. ثانية واحدة، خد ده كمان. عينيا الاتنين. حسابك كام؟ ده كلام برضه يا استاذ هلال، وحضرتك غريب يعني. ما بعدين يا استاذ هلال، يعني وحضرتك ما تأجلنا تاني برضه. ثانية واحدة احطهم لك في شنطة. كل سنة طيب يا هلا. في ايه؟ عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلاد. اه امال عيد الرعب بيبقى عامل ازاي؟ ادي هديتك. الله، حلوه قوي، حلوه دي. تعرف يا زيزو، انا ما بحبش يوم عيد ميلادي ده. ليه بس؟ هلو.
دراز انتوا عاملين رباطيه عليا ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا صديقي. انت طيب يا حبيبي، انت طيب. انا اذنك بس هخش الحمام، الواد زيزو اصله عمل فيا عامله خلاني على الاخر. براحتك. اتفضل براحتك. زيزو عامل ايه؟ حد جدع قوي، حلوه المفاجاه اللي عملتها لجدك دي. امال امك وخالك فين؟ انا كلمت ماما كان عندها شغل، وبعد كده قفلت وكلمتها تاني كنسلت عليا. وخالك؟ موبايله مقفول برضو. ايوه فعلا دي روايتي، انا كتبتها الحقيقه من سنين، وكانت هتصور فيلم بس ما حصلش نصيب. مين اللي كان هيعمل بطوله الفيلم؟ مريم رياضه الله يرحمها، بس للاسف ما كملتش. انت تعرف مريم رياض شخصيا؟ هي كلمتني مره عشان اروح اشرب فنجان قهوه عندها في البيت، وكانت معجبه جدا بالروايه. انا هتجنن واعمل دور البطله اللي في الروايه، من ساعه ما قريتها وانا عماله اتخيل كل كلامها وافعالها. وكمان عاجبني جدا الالغاز اللي بتظهر لها في رحلتها وطريقه فكها للرموز. بسيطه خالص، اول ما يبقى في منتج ونمضي معاه انا هبدا فورا احولها لسيناريو وحوار. طب مشروع الفيلم ما كملش ليه؟ للاسف مفيش منتج اتحمس انه ينتج لمريم الله يرحمها، لانه في اخر ايامها افلامها ما كانتش بتحقق ايرادات. انت مهتم قوي بالموضوع ده ليه؟ لا اصل انا بكتب مقال عن مريم، يعني ممكن اخد نسخه من الروايه. ما انت معاك نسخه اهي. لا اصل دي ورقها مقطع ومبقع وحاجه كده، مش عارف اقرا كويس يعني. بسيطه خالص، ادي لك نسخه واكتب لك كمان عليها اهداء. شكرا. استاذ هلال ازيك؟ ازيك انت نهم؟ انت كنت فين؟ خضتنا عليك حمد. كنت فين كل ده يا هلال؟ فين وليد بتاع الارشيف؟ موجود. عايزه ليه؟ عايزه يجهز لي كل اللي كتب عن مريم رياض. مريم رياض؟ وانت ايه علاقتك بمريم رياض؟ وانت كنت تعرفها؟ لا يعني اتقابلنا كم مرة كده. ايوه بس دي واحدة انتحرت من 8 سنين، ايه اللي فكرك بيها؟ مين قالك انها انتحرت؟ جرايا هلال، ما كل الشهود والتحقيقات اكدوا انها كانت حادثة انتحار. وبعدين انت ايه اللي يخليك تنخرب ورا موضوع اتقفل من زمان؟ ايه ده؟ مش فاهم. على ما اشرب قهوتي وافهم هبقى فاهمك انا. مش هتقدر تكسرني، احتياجي ليكوا مش مقدرني، اب وام مش معايا يبقى الظهر ده مش ورايا، مهما حاولت ان اغير برضه باخد على قفايا، نظام غريب وفاشل ما طفش اي حاجه، فصصكوا حته حته وسبعه اقولكوا في التلاجه، بس انت لو تركز ازاي ايدك تغير هتلاقي الفعل سهل كده والفكره في الاراده. كتير في مره قال لي لو تتعب لازم تنول، اجري بجد واحلم ما تركزش انك تقول، لحتى ربك قال لكل مجتهد النصيب احمد ربك على النعمه اوعى منك تزول. الفكرة انك ممكن تبقى كاره فكرة او حدث باصص لكل الناس وحاسس ان كل ده عبث. ايه يا عم انت في ايه؟ انت بتوقف البروفة ليه؟ بس 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 يا شباب. في ايه يا استاذ شريف؟ زيزو الحفلة اللي فاتت حصل لنا مشاكل كتير بسبب كلمات اغانيكم، وانت وعدتني ان الحفلة دي كلمات اغانيكم مش هيبقى ليها علاقة بالسياسة خالص. احنا بنقدم حاجة ليها علاقة بينا وبجيلنا. زيزو انتوا موهوبين وانا عارف ده، غنوا حاجة ما تعملناش مشكلة، والحفلة اللي فاتت الحمد لله اللي هي عدت بالعافية. وانت فاكر المشاكل اللي حصلت المره اللي فاتت ومش فاكر ان الناس كانت مبسوطه بينا؟ مش موضوعي. اتصرف يا زيزو. اتصرف اعمل ايه؟ الحفله بكره، مفيش وقت، وبعدين الناس اللي دافعه فلوس وجايه تحضر حفلتنا دي جايين عشان المزيكا بتاعتنا مختلفه، سيبونا بقى مننا ليهم. خلاص اعتبر الحفله اتلغت، مفيش حفله يا جماعه. ايه يا جماعه في ايه؟ احنا هنسيب استاذ مصطفى فهمي ده يلغي لنا الحفله؟ نفس الخط اللي ممضي بيه الاوتوغراف هو اللي مكتوب بيه الصفحات دي.
طب روح لشغلك انت يا سعد. بعد اذنك فندم. اتفضل. ومين قال لك بقى ان اللي مكتوب في الكتاب ده حقيقي؟ في بلاوي باسامي ناس. الموضوع اكبر من قضيه قتل مريم. ايه؟ قضيه ايه؟ خلاص خليت قضيه قتل. هلال احنا مش ناقصين مشاكل يا اخويا. لما تيجي اعزمك على الغدا. شغل بروجيكتور. خلاص تربست. بشوف اخرتها معاك. استنى دراز، هو ده الطبيب النفسي بتاع مريم رياض، لازم اوصله. هو ده الصندوق الاسود بتاع مريم. هلال لا كده انت كبرت الموضوع قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تعيش نفسك في الاوهام دي، خلينا مركزين في شغلنا احسن. ده خيط ممكن يوصلنا لحاجه. والله لو وصلت هكمل، ما وصلتش اديني يعني يكفيني شرف المحاوله. انت تعرف الكاتب الصحفي اللي كتب الخبر ده؟ ياسر الزهران؟ لا ما اعرفوش، بس اعرف رسام الكاريكاتير بتاع الجريده اللي هو شغال فيها. طيب ما تكلمه يمكن يقدر يدلنا على حاجه. ماشي. الو. ايوه عمران. ايوه دراز معاك، وحشني. فين ايام زمان وحلاوه ايام زمان؟ ايام زمان ايه؟ انت هتستعيد ذكرياتك مع عمران دلوقتي؟ خليه يقول لنا فين الصحفي. ايه عمران؟ بقول لك ايه، في صحفي شغال معاك واسمه ياسر زهران. لا حول ولا قوه الا بالله، توفى في حادثه السنه اللي فاتت الله يرحمه. طب عمران هبقى اكلمك تاني. سلام. يبقى مفيش قدامي غير ميم ميم. الو. ايوه يا بابا، انت ليه قافل تليفونك طول اليوم؟ معلش يا حبيبي، اصله كان فاصل شحن. انا عايز اشوفك حالا. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لما اشوفك بقى هبقى اقول لك، اصل زار التليفون هيفصل تاني. طيب انا هتحرك حالا واجي لك على الجورنال. ماشي، مع السلامه. زيزو زيزو. ايه حلو، في ايه؟ مين اللي دخل المكتب؟ انا دخلت ما لقيتكش جوه، فقلت إن الكتاب اللي كان على المكتب راح فين؟ اهو. وايه اللي خلاك منا؟ ايه يا ماما مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ بس 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 يا حبيبتي، بس يا ماما بس. في ايه؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده بقى بعدين يا حبيبتي. أنا بس عايزاك تفهمني، هو أنت ليه مطنش قمدة المقايسة؟ مش تطنيش، بس التوقيت صعب يعني. أنا لسه موافق لك على تغيير أساس الوزارة من 3 أشهر، ده لسه في حاجات بكاسة يا حبيبتي. يا سلام، يعني أنت وافقت ببلاش؟ ما أنت واخد على قلبك قد كده. ما أنت برضه يا حبيبتي واخد على حاجات قد كده. وبعدين أنا مش جاي عشان أتكلم في الشغل بقى. أمال جاي عشان تتكلم في إيه؟ أقول لك. جاي عشان اجيب لك دي. الله، حلوه قوي يا جيمي. مش تعرفي بس ان انا مش من نوعيه الرجاله اللي بينسوا مراتاتهم بعد الجواز. بس يا ريت بقى تفضل كده على طول، ما يبقاش حلاوه اول شهر الجواز. ايه ده؟ انت مستنيه حد ولا حاجه؟ لا، خليني اشوف مين. امسك ده. ايوه مين؟ ايوه يا نوجة، انا غادة. غادة؟
منى ما قدرتش تستحمل معاملة بابا وماما ليها فسابت البيت وجت على هنا. انت غلطانة يا منى، كان لازم تستأذنيهم قبل ما تيجي. بكلمهم محدش بيرد كالعادة. طبعا شفت بقى ان انا اخر حاجة في اهتماماتهم، يمكن اكون مش موجودة فيها اصلا. يلا يلا بلاش كلام فارغ، يلا قومي نامي وارتاحي كده، تعالي اجيب لك هدوم تلبسيها. كبرت يا منى وبقيتي بترتبطي، ده ايه الجيل السريع بتاعكوا ده؟ انا ارتبطت بجدتك بعد ما ماتت بسنتين. خدي البيسنتي ده، ده كان بتاع امك وهي في سنك. ياه، هو انت لسه محتفظ بالحاجات دي لحد دلوقتي؟ عمري ما فكرت افرط فيهم. انت هتنامي هنا ها؟ طب وانت هتنام فين؟ مش مهم، انا عندي شويه شغل وبعدين هنام في اي حد. هو ايه حكايه الكتاب اللي شغلك ده يا هل؟ جمال بقاله فتره متغير معايا يا نجله، يمكن عشان ضغط شغله. لا لا لا، الموضوع مش ضغط شغل، هو متغير معايا، ما بقاش زي الاول. جمال بيحبك يا غاده، ده واضح جدا من كل تصرفاته. اه والله، عايزه نصيحتي، انت لازم تكسري كل الروتين اللي في حياتكم، سافروا لكم كده كام يوم غيروا جو. لما بخلص القضايا اللي ورايا بشوف موضوع السفر ده بقى. وبعدين انت لازم تدلعي عليه شويه. طب انا هعمل معاكي واجب عمرك، انا عندي كده كام قميص نوم وكام بدله راس لسه ما حطيتهمش على جسمي، انا هديهم لك. حاولي كده تعملي له مود حلو وشوفي بقى هيتغير معاكي ولا لا. تعالي هنا، بدله راس ايه وقميص نوم ايه؟ هو انا مش لسه خلعاكي من جوزك من كام شهر؟ اه، ما انا كنت جايبهم له، بس هو اللي ملوش نصيب يشوفهم عليا. بعدين انتي هتقطعي برزقك ولا ايه؟ ازيك يا مستر صفوت؟ طمني، ايه الاخبار؟ الاجتماع بينك وبين جمال كان موفق؟ ما تقابلتوش؟ هو مش المفروض انه كان يعدي عليك النهارده؟ ما عداش. طيب تمام، لا انا هبقى ارتب لك ميعاد معاه وهبقى اكلمك. مع السلامه. ولا ايه؟ الفنانة الجميلة مريم رياض، وحشتينا وحشتي جمهورك. حقيقة الناس كلها بتسأل فين مريم رياض، وليه غايبة عننا الغيبة الطويلة دي كلها، ليه مش بتحاولي تظهري خالص، ولا يمكن في أسباب منعاكي من الظهور؟ يمكن عشان مثلا فيلمك الأخير محققش الإيرادات اللي انت كنت منتظراها؟ هو مفيش حاجة معينة، كل الحكاية اني ما عنديش جديدة أقدم. أنا الفن بالنسبة لي بمرسه على إنه حقيقة بتعايش معاه. حكاية غيابي، أنا فعلا غبت فترة، وده لأني مش عايزة أظهر للناس غير بالشكل اللي هم اتعودوا يشوفوني بيه. وبخصوص فيلمي الأخير ده، إنتاجي أنا وخسرت فيه فلوس كتير. طبعا اتضايقت جدا من النقد اللي اتكتب عني، بس عندي أمل إني أجيبه من العمل الجاي إن شاء الله. يعني كده أنت بتحضري المشروع جديد دلوقتي؟ بصراحة لا، أنا مش هتجمل واصطنع أن بيكلموني كتير في شغل وأنا اللي برفض. أنا بقالي فترة محدش عرض عليا أي دور، أنا نفسي أشتغل مش بس عشان الفلوس، لكن شغلي بيحسسني بوجودي. أنا فعلا وحشتني الكاميراوي. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، وقتها أنا كانت خايفة. مريم ما انطحولتش،
فين؟ منى نايمة في أوضتي جوه. تعالي عايز أتكلم معاك. أنا مش جاية أتضايف، أنا جاية أخد بنتي وماشي. قومي قومي، تخرجي من البيت من غير ما تقوليلي؟ مش مالي عينك أنا؟ الله الله الله، كلامي ما بتسمعش ليه؟ ما بالراحة يا ماما، في إيه؟ أخرس أنت خالص، يعني إيه أتصل بيك وما تردش عليا؟ أنا كنت نايم وعامل موبايلي سايلنت، أنت عامل لك إيه؟ بس عيب عيب يا غادة اللي أنت بتعمليه ده، البنت في بيتي. وبعدين انا كلمت كذا مره انت وجمال، محدش بيرد. عايزه تخرج من غير ما تقولي لي عشان تبقي صايعه زي اخوكي الصايع. بس هي ما راحتش لحد غريب، دي راحت لجدها. مالكش دعوه انت، ما تتدخلش، انا عارفه ازاي اربي بنتي كويس. عمرك ما هتعرفي تربيها. عشان تعرفي تربيها لازم انت كمان تتربي كويس وتتعلمي ازاي تكلمي ابوك باحترام. قدامي قدامي، اوعى حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. هلال كامل، صحفي معارض كان يعمل في الجريدة الرسمية للدولة، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك، بل احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانية واحدة. Okay, Anastasia. I don't want to talk about the past. Okay, as you like. But I will not send mother to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا هستناك كتير كنت جبتك البيت أرحم. أنت هتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير. ما كانش لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك أه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جايلك بخصوص زيزو منا. أنت جايلي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه نعلق لها المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام،
حاجة تانية يا عمي؟ لا أنا قلت اللي عندي. أستاذ هلال، في الحقيقة أنا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، أنا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وأنا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. أيوة يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضو ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حصلت سنة 96. في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده. بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلا ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم يا أستاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة، وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه. يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ وأنا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظة واحدة من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. إن شاء الله يا أستاذ هلال أكون عند حسن ظن حضرتك، وتأكد تماما أنا لا يمكن أبدا أقبل بأي نوع من أنواع الفساد في الوزارة دي طول ما أنا موجود على الكرسي ده. كما حضورياً بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري في السجن المؤمن لما نسب إليه من القهر. حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا اتصدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعالى لي دلوقتي حالا، اتحرك. انا بس
بس خايفة هيخلص شاور ويطلع من ايش الموبايل. تنجزي بس. خلاص عملت قلعوة اهو. طيب هيظهر لك رقم دلوقتي قولهولي. 4-8 5-7-5 5-3-6-6-8 هيجيلك مسج دلوقتي دوسي قلعوة. بيتحرك عندك كده؟ ايوه ايوه تمام خلاص. خدي الموبايل ورجعيه زي ما كان بالظبط. طيب ماشي اوكي باي. باي باي. بس انت واثق ان يسر الدكروري هو ايه عين؟ وقع بلسانه قدامي لما قلت له مريم خلفت. وشه جاب الوان وبقى عامل زي ما اكون عامل عامله. مش بعيد دي صلاه حد يخلص عليا. استاذ هلال وحضرتك ازاي مش قلقان؟ ده الموضوع مش سهل. انا من رايي انك تبلغ الشرطه وهما يتصرفوا. وايه الدليل على صحه كلامه؟ قانون المذكرات ملهاش اي قيمه، لازم يبقى فيه دليل ادانه. صح، الدليل هو اللي هيقوي موقفي. انا دلوقتي عامل زي صوت في الزحمه محدش بيحس بيه. المشكله ازاي اوصل للدليل اللي سايباه مريم وسايباه فين؟ هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمله اليومين دول يا هلال. المشكله اننا مش عارفين احنا رايحين على فين. ويسر دكروري مؤكد مش لوحده، وبعد اللي انت عرفته عنه يا هلال اكيد مش هيسكت. في حاجه انتوا ناسينها يا جماعه، يسر دكروري بكل المستلزمات الطبيه الفاسده اللي دخلها اكيد في وصولات متبادله بينه وبين الشركه المصدره من الخارج. أستاذ هلال كامل؟ أيوه. مين حضرتك؟ رؤوف هاشم، ضابط من الأمن الوطني. كنت محتاجة أدردش مع حضرتك شوية. عندك شاي ولا أنزل أشتري؟ لا عندي شاي طبعًا، بس أنزل أشتري من تحت أحسن. اتفضل. شكرًا يا فندم. اتفضل. شكرا. انا قريت كتير من مقالات حضرتك وعجبتني كلها جدا الحقيقه. عجبتك؟ انت متاكد انك انت امن وطني؟ ومين اللي مفهم حضرتك يا هلال بين ضباط الامن الوطني ما بيقروش المعارضين؟ لا انا متاكد انهم بيقروا، بس مش متاكد ان مقالاتي بتعجبهم. لما يكون صحفي محترم زي حضرتك بتاريخه ده يبقى لازم تعجبنا. بتاريخه اه. أنا متهيألي إنك أنت جاي من طرف فؤاد بيه، مش كده؟ أنا جاي لك يا أستاذ هلال وأنا واثق إن أنت مش هتخذلني. كده هتخلينا شك إنك أنت جاي من طرف فؤاد بيه. هو ما حكالكش كويس عني؟ بالعكس، حكالي كتير جدا. أستاذ هلال، أي عربية في الدنيا عشان تمشي محتاجة بنزين وعجل. لو عربية فيها عجل وما فيهاش بنزين مش هتتحرك، ولو عربية فيها بنزين وما فيهاش عجل برضه مش هتتحرك. يا سلام يا سلام. وأنا بقى بالنسبة لكم بنزين ولا عجل؟ إحنا الاتنين عايزين العربية تمشي. لا أنا أحب أخدها مشي. سامع احساس ليكي احساس طفل في حضن امه نايم، حاسس سلام وامن وطيبه، احساس حب دايم، اهلك دول اهلي،
ماشية بينا رجولة وجدعانة كله شايل هم بعض ومحدش مبدأ وأنا عايشين في وسط بعض ما في بينا أي خلاف مسلم مسيحي واقفين كتف في كتف ومش بتخاف شمسك يا مصر نهار طالع نور كل حياتي ليل الجمال ده في دايم في عيش كل يوم حياتي حبك عامل زي لحن جميل لعود في قلبي مهما سمعت غربي مفيش جوايا غير الشرقي حياتي فيكي حالة عشق حتى لو الواقع أليم أنا مصري والمصري معروف إنسان عظيم الله على لمة أهلي وصحابي متجمعين مهما دورت مش هلاقيها في حتة لو دورت سنين طول عمري فاكر إنك ليا نقطة ضعف كبيرة طلعت مصدر قوتي وحب ليكي كله غيرة بحبك يا بلدي الله عليك يا زوم يا عالمي. طب بذمتك ايه رايك في الصور بقى معتز؟ تسلم ايدك يا زوم، الخبر ده هيضرب في السماء. حلاوتك يا زوم. حسبه سيادته. سيادته اللي وصل لمكانه على حساب ارواح المرضى. سيادته فاكر نفسه فوق القانون وملهوش كبير. فاكر اننا هنفضل ثابتين على فساده. الله العظيم العيال دي اليوم سايبينهم ازاي كده؟ دلوقتي بتحاسب على الناس اللي قتلهم بجشع وطمع. هو اللي معاه سيادته يبقى ايه عين دال. هي مريم رياض ساكنة هنا من فضلك؟ كانت الله يرحمها. انا عارف الله يرحمها. ساكنة في انهي دور من فضلك؟ جنب شقة الدكتور حازم طوالي. دكتور حازم واضح اللي احنا مش هنوصل لحاجة. طب ممكن نطلع نشوفها؟ بقول لحضراتكم توفت توفت. انا قصدي على الشقة. شقة؟ هو حضراتكم مين؟ سيادته اللواء مندور وانا صاحب سياده اللواء مندور. الشقه في انهي دور؟ في الدور الرابع يا هواه. بس ولا مؤاخذه يعني سعادتكم هتدخلوا الشقه ازاي؟ بالمفتاح. هتدخلها بالمفتاح. معلش معلش يا مندور بيه. خلاص خلاص اصل ده مش واخد بال اللي انت عملته ده. بالمفتاح. خلاص الله يخرب بيتك. الست اللي مع مريم في الصورة دي ممثلة برضو؟ مش عارف بس ممكن تكون أمها. يعني خش دور هنا وأنا هدور هناك. أوكي. ما فيش خزن خالص هنا.
غريبة. المفروض الدليل يكون في خزنة. ممكن يكون حد وصل الشقة ودخل للخزنة قبله. ساعتها أيقنت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. مريم كتبت في كلامها جملة مش في مكانها. إيه بقى الجملة دي؟ الوقت كالسيف. الوقت السيف. هي دي الأدلة والمستندات. كنت فين يا بابا؟ كلمتك كتير، تليفونك مقفول. زيزو فين؟ أنا هنا. هلو عز. فين؟ عز فين؟ فاكر انه قعدك هنا يحميك مني؟ امشي قدامي. اهدى يا غادة، مش كده. في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ اهدى ازاي؟ ابني بيضيع مني. ابنك ما بيضيعش ولا حاجة، ابنك زي الفل، ولو عنده مشاكل ده حاجة بسيطة تتحل. طبعا، ما هو انت لازم تدافع عنه، ما انت سبب في كل اللي حصل له يا استاذ هلال. استاذ هلال؟ انت نسيتي كلمة بابا ولا ايه؟ انت اللي نسيتني كلمة بابا. انا مش هقولك غير حاجة واحدة بس، مالكش دعوة بعيالي خالص. ولا انت عايز تدمر مستقبلهم زي ما دمرت مستقبل امهم؟ انا ما نسيتش ولا هنسى. اتجوزت صغيره عشان ابعد بعيد عنك، او ما الاقيك لازق لعيالي سيبهم في حالهم يا هلال. انا لو طول كنت شلت اسمك من البطاقه، بس للاسف مش نافعه. طب اقسم بالله كلمه كمان يا غاده. ملوش لازمه الكلام ده يا غاده، احنا جايين ناخد ابننا ونمشي على طول. انا مش هتحرك من هنا، هتيجي غصب عني. اوعى ايدك، انا مش هتحرك من هنا. بس انت بتضربني ليه؟ انت فاكر انك هتربيني؟ فاكر اني بعتبرك اب بجد؟ انت عمرك ما كنت مثل اعلى ليا. على فكره بقى، انا عرفت انك حرامي ومرتشي، وعرفت كمان انك متجوز نجله صاحبك ماما. بس يا زيزو، بس انت بتكلمني زي كده يا ولد؟ جبت الكلام الاهبل ده منين؟ طبعا بتداري على الحفله الزباله اللي كنت فيها. ما ترد يا ميلا، انت ساكته ليه؟ بلاش تليفون صغير لصاحبتك، هتعرفي اذا كان الكلام اللي بقوله ده صح ولا لا. اخرس اللي بتعمله ده، مش هجيب نتيجه. ايه بقى الغلطه اللي انا غلطتها مش قادره تنساها؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيده بسبب السجل بتاعي، مع اني مش قتل قتلة ولا حرامي. تزعل شباب، احنا اسفين. انا اللي اسف ليكم. موضوع الحفله ده اقسم بالله. خلاص خلاص، خش نام دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم. أنا تم تفتيش منزل الوزير، وعثرت الأجهزة على مبالغ مالية كبيرة أغلبها من العمال. رئيسة الوزراء مقلوبة والإعلام عمال يذيع الخبر، واللي تعب وسهر ليالي يدور ويبحث وعيشنا كلنا في قلق عليه. إيه؟ ملوش نصيب في البروباغندا دي كلها؟ وأنا من إمتى بدور على الشهرة دراس؟ الناس دي تعبت واشتغلت صح، كون إنهم يخلصوا قضية زي دي في يومين ده يبقى إنجاز. أنا متفقة معاك يا أستاذ،
بس بصراحة من غيرك ما كانش حد عارف حاجة، وكان هيفضل يسري وفتحي دول في مناصبهم لغاية دلوقتي. المهم الحقيقة اتعرفت، اسم بقى ظهر ما ظهرش مش إشكال. وعن الحفلة التي أثارت الجدل والتي تم رفع أعلام الرينبو فيها وكانت من تنظيم إحدى شركات الدعاية والإعلان التابعة لشركة سيال بلو الفرنسية، وقد نبذ الكثير استياءه منها وجاري التحقيق مع بعض. أنا لازم أروح البيت حالا. هو في يا أستاذ؟ اللي حصل ده كارثة، فضيحة بكل المقاييس. سيادة الرئيس لسه قافل معايا دلوقتي ومستاء جدا، ازاي وزير عندي في الوزارة يطلع متورط في قضايا فساد؟ انا لم ولن اسمح باي فساد. مروان، اوامر معليك. تنزل تصريحات باسمي في كل الصحف والقنوات، مسموعة مقروءة مرئية، ان انا لم ولن اسمح باي فساد، وان مصلحة المواطن خط أحمر، مصلحة المواطن في المقام الأول. جمال. أيوة يا فندم. أنا عايزك تتصل لي بالصحفي ده اللي اسمه هلال كامل، بلغه إن أنا عايز أقابله ضروري. حاضر سعادتك، حاضر. إيه؟ رايح فين؟ انا عندي بروفو. اللي انت زعلان مني صح؟ لا مش زعلان منك ولا حاجه، انا بس عايز افهم ايه علاقتك بالحفله دي. ولا اي حاجه، كل الحكايه ان انا واصحابي عشان نحجز مكان نعمل فيه حفله نبقى محتاجين فلوس كتير قوي، فمن الصعب يعني ان احنا نرفض مكان زي ده وهيبقى فيه العدد ده كله، وبعدين هنبقى محتاجين فلوس دعايه فكان من الصعب ان احنا نرفض يعني. طب انا هسألك سؤال وتجاوبني بصراحة، انت ليك دعوة بالعيال اللي رفعوا العالم دول؟ لا والله العظيم ابدا. يعني انت سليم في التمام؟ ايه اللي بقى في ايه؟ لا مفيش، انا بس بطمن عليك. طب انت مش مرتبط يعني مزة حلوة كده من البنات اللي بيلبسوا قصير دول ويقوموا يرقصوا فجأة؟ لا لا لا، ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي خالص. غلط، ما تفكرش ازاي، لازم تفكر. فكر في ايه اللي وانا فاضي للكلام ده؟ انا عايز اشتغل الاول. تشتغل ايه؟ مش لما اكمل دراستك الاول؟ في موزس كتير في البلد. وانا عشان اكمل دراستي لازم اشتغل، عشان انا خلاص مش هاخد فلوس من بابا وماما تاني، عايز اعتمد على نفسي. امال انا رحت فين؟ لا يا هلو ما ينفعش، ده كفايه مصاريف البند. مالكش دعوه انت. بص، لو احتجت اي حاجه، اي حاجه في الدنيا دي كلها، اوعى تقول لي. يلا الحق بروفتك. ماشي، انا هلم بقيت حاجتي وانزل على طول. عرفت منه ان الفيلم من انتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الزابي وشركه سيال بلو الفرنسيه. ايه هلو ده؟ في ايه؟ معرفش مين اللي بيخبط بالطريقه دي. انت عز جمال؟ هو. وانا جد هلال كامل. مين حضرتك؟ رائد زياد فواز، امن وطني. هتوم. ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ ايه يا هلال؟ واخدينه على فين؟ هاني هلو، انا جاي لك ما تخافش. ايوه فؤاد بيه، في ناس من عندك جم خدوا حفيدي عز. انت عملت اللي احنا ما قدرناش نعمله، واضح جدا ان فيه تقصير شديد في الاجهزه اللي عندنا. بس السؤال اللي محيرني، انت ازاي قدرت توصل للمستندات والمعلومات دي كلها؟ انا شغلتي كصحفي ان انا اوصل للمعلومات،
بس لو سمحت لي يعني انا ما اقدرش اعلن عن مصادري. حقك طبعا. شوف يا استاذ هلال، انا مش ضد اللي انت عملته، بالعكس انا لو كنت مكانك ما كنتش هعمل غير اللي انت عملته. اي عضو فاسد منا لازم يتبتر، بس في ناس بتستغل اي خبر علشان خاطر تهيج الرأي العام، فأرجوك بلاش تصريحات صحفية أو إعلامية، البلد مش ناقصة قلق. أنا فاهم سعادتك، أنا كمان ماليش في الإعلام والصور والحاجات دي، أنا أحب أشتغل براحتي. أول مرة أشوف واحد ما بيحبش الشهرة. أنا كنت عايز طلب من سيادتك. أهو كده يا أخي، تفضل تؤمر. شوف سيادتك الخبر ده. ده على لسان رئيس شعبة الدواء. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان قرار رفع سعر الدواء لصالح المريض والفقراء ده كلام. الكلام ده بيستفز الناس. حاضر، انا هشوف الموضوع ده. عموما يا استاذ هلال، لو احتجت اي حاجه مكتبي مفتوح لك طول الوقت. انا جمال جوز بنتي لما كلمني افتكرت ان حضرتك متضايق مني ولا حاجه يعني. بالعكس، انا مبسوط جدا من مقابلتك. بس هو جمال يبقى جوز بنتك؟ أيوة جوز بنتك أنت؟ أيوة جوز بنت أنا. إيه في إيه؟ عايزك تبعتيلي صورة ليكي. طيب ما أنا بعتلك قبل كده. لا ما دي مش هتنفع، أنا عايز صورة ليكي بلبس البيت، فوت النوم مش لبس خروج. عايز صورة بلبس صيفي خفيف، صورة مثلا في الحمام منا يعني. هو أنت هتبعتي صورة لمين غير الإنسان اللي بيحبك؟ مش عارفة، بس أنا عمري ما بعت صوري كده لحد. هو أنا حد؟ أنا الإنسان اللي بتحبيها منه. حاضر يا على حاضرتي، بتموتني، تحنينة قوي. أنت عارفة أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ إيه؟ في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة دالزة، رشحتني بطلة لفيلمها الجديد، وكان حلم ليا أن أشتغل معاها بنجوميتها وأفلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب أن احنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟ ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي احنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهثي منتج الفيلم. وعرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العرض. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم. لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جداً ورجل أعمال كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظر. عارفة يا مريم،
هنا في مصر ما فيش غير قمع وقهر وكبت. انا راجع من اوروبا وهسخر كل وقتي لمسانده كل الحريات في كل المجالات، خصوصا في التعليم والثقافه والاعلام والسياسه طبعا. والفن هيبقى سلاح، لان الفن هو القوه الناعمه اللي نقدر نغير بيها المجتمع كله. ايوه استاذ هلال. لا 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 ولا يهمك، قول لي. طب ثانيه واحده، ثانيه. حاضر. ايوه مليني ثانيه. فيلم مريم رياض سنه 2000 اتوقف من الرقابه وكان عليه مشاكل في الرقابه واتمنع تصويره. ايوه الفيلم المخرجه اول حروف من اسمها قلت لي ايه؟ دال زه. تمام. والمنتج اول حروف من اسمه ايه؟ به س. طيب يا استاذ انا قدامي 10 دقايق هروح وهعمل لحضرتك اللي انت عايزه. ماشي يا استاذ. سلام. برضه بيقفل من غير ما يقول سلام. اثناء تحضير الفيلم اتعرفت على الممثل الصاعد طهفي وبقينا اصحاب. تقريبا كنا بنتقابل كل يوم وبدا يستريح لي جدا. انا عايز اعرف ازاي ده حصل. ما اعرفش. المخرج مش عايزك اعمل ايه يعني؟ يعني ايه المخرج مش عايزني؟ ما احنا قعدنا وعملنا بروفات وكان مقتنع بيا. ايه اللي حصل؟ غير رايه طارق. اعمل ايه يعني؟ ايه غير رايه بسهوله دي؟ وفي يوم وانا في الشركه حصلت خناقه كبيره بينه وبين المسيو وطردوا من الشركه وجاب شاب تاني يمثل الدور. وجالي البيت وهو منهار نفسي. انا كل حاجه اتقفلت في وشي. انا من ساعه ما اتخانقت معاهم ومفيش ولا شركه انتاج راضيه تشغلني. انا خسرت كل حاجه. طب روق بس، روق. انا هتكلم معاه واحاول احل المشكله. وكانت حالته النفسيه وحشه جدا. وبعد فتره جاب لي نص مسرحي. عايزك تقفي جنبي. دي مسرحية نفسي نشتغل فيها سوا مع بعض. اقريها، لو عجبتك ممكن ندور على منتج نمثلها أنا وأنت سوا. وعرفت منه إن المسيه هو اللي كان مرشح له بطولة الفيلم بعد ما عمل معاه علاقة غير سوية. وحكالي عن الحفلات الجنسية اللي كان المسيه بيعملها في فيلته، وإن الخناقة اللي كانت بينهم بسبب إن طافي حاول ينهي العلاقة الغير سوية وعلشان هالمسيو طردوا من الفيلم واختفى طافي. دورت عليه لكن معرفتش أوصله لحد ما سمعت خبر انتحاره. وفي 2009 جاتلي دعوة حفلة تابعة لوزارة الثقافة. وهناك شفت بهثي اللي بقى في منصب كبير في وزارة الثقافة، وكان مدعو في الحفلة شخصيات سياسية وفنية ومشاهير كتير. واتفاجئت إن من ضمنهم المسيو. بصلي بشكل غريب، حسيت من نظراته إنه خايف مني. انسحبت من الحفلة ومشيت. استغربت جدا لما عرفت بعدها ان المسيو بقى ليه وجود كبير في الساحه السياسيه، وزادت علاقاته بالوسط الفني والاعلام، وبقى بيمول عدد كبير من القنوات والجرايد والافلام. ساعتها افتكرت طافي لانه كان من احد ضحاياه بالادله الجنائيه، وكانت نهايته انتحار غير معلن. ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟
انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش، بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده من غير هو ما يعرف. طبعا الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. المهندسين كتبوا التقارير عن الاربع اتوبيسات وقالوا ان هم لازم يتكهنوا، يعني هيخش المخازن ويحصل لهم احلال وابدال. استعجلت انت في الخطوه دي يا عامر. احنا مش متفقين نكتب انها غير صالحه بسبب الصيانه، وان تكلفه الصيانه بمبلغ مقارب لثمن الاتوبيسات. قالوا لي ما يقدروش يكتبوا كده لان دي مش شغلانتهم، هم مالهمش دعوه ولا بتقدير ولا باسعار، هم بيكتبوا عن الحاله العامه وخلاص. عموما انا جالي شكاوي كتير من موظفين المبنى ان هم بيتاخروا عن مواعيد الحضور بسبب اعطال الاتوبيسات دي. خد الشكاوي دي حطها في الملف اللي فيه كلام المهندسين. تمام يا باشا، الخطوه اللي جايه بقى نعرض الاتوبيسات دي للبيع في مزاد. برضه مستعجل يا عامر، مش لما نستفيد من ركنتها نبقى نبيعها. مش فاهم. الاتوبيسات دي لما تتركن خمس ست شهور الموظفين هيجوا الشغل ازاي؟ اكيد محتاجين اتوبيسات تانيه. هو سعادتك قصدك ان احنا نأجر في فتره التكهين ويبقى بديل. بالظبط كده، انت بقى كل اللي عليك تشوف شركه نقل وتظبط معاها الاسعار، اهم حاجه يكونوا ثقه. هعمل كده. الو، هدخل لسياده حارق. حارق، يلا بقى روح انت ظبط الدنيا وعلى تليفونات. في الحقيقه يا استاذه جيهان، انا بعمل كتاب عن علاقه الرقابه بالسينما من سنه 2000 ل 2005. لو كنت عايز اعرف عنوان الاستاذ نعيم سيف بالتالي ممكن يفيدني ببعض المعلومات. يعني استاذ نعيم الله يرحمه مات من 7 سنين. مات نعيم؟ مات الله يرحمك يا نعيم. هو حضرتك كنت تعرفه؟ عمري ما شفته، بس اسمع عنه انه راجل طيب. الله يرحمه. الله يرحمك يا نعيم. انا ليا استفسار صغير كده يعني. اتفضل. حضرتك لو في سيناريو تقدم للرقابة، مين صاحب قرار الرفض أو القبول؟ بيقرأ لجنة من 3 رقباء وبيقدموا تقرير عن الفيلم لمدير إدارة الأفلام العربي، هو بقى بياخد القرار بناء على آرائهم. يعني مدير الأفلام هو صاحب القرار النهائي. بالظبط. طب حضرتك مش فاكرة مين كان مدير الأفلام في سنة 2000؟ سنة 2000 كان أستاذ أحمد أبو زيد. أحمد أبو زيد. ألف ألف. فندم؟ الأستاذ أحمد لسه موجود في الرقابة؟ الحقيقة لا، طلع معاش من 10 سنين. طب ممكن أخد عنوانه وتليفونه؟ للأسف مش معايا، بس في رقيب زميلنا عارف عنوانه بيزوره كل فترة. مين؟ أشرف نصار. الأستاذ أبو زيد من أحسن المديرين اللي مسكوا إدارة الأفلام العربية، وعمره ما سمح بلفظ خارج، ولو كان موجود في الرقابة لحد دلوقتي كان مات بحسرته من اللي بنشوفه دلوقتي. انت حضرته لما كان مدير هنا في الرقابة؟ طبعا، ده استاذي. طب ممكن تقول لي يعني اقابله ازاي؟ بس للاسف مش هتعرف تاخد منه اي حاجة. ليه؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. خليك بالسلامه، اتفضل. طب
كنت تقول لي قبل ما اقوم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تشرب حاجه؟ اخد قهوه. مظبوط. بعدين بعدين. اهلا وسهلا. بعدين ازاي يعني؟ اما ترتاح وتاخد نفسك. انا الصحفي هلال كامل. انا كنت بعمل تحقيق عن الافلام اللي رفضتها الرقابه. رحت الرقابه قالوا لي محدش هيقدر يساعدني غيرك. الرقابه. الرقابه. انا اذكر والله يا استاذ امين هلال كامل حبيبي. ايوه هو ده. انا اذكر اول فيلم راقبته كان سنه 69. كان فيلم شيء من الخوف. ده فيلم جميل انا بحبه قوي. استاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس كان رائع. مرسي هو في زي مرسي؟ الاستاذ مرسي كان فحل. فحل فحل في الاداء، فحل في التمثيل. وجاء قاعد بجواري ساعه بيشاهد الفيلم وانا براقب الفيلم، قلت له استاذ مرسي تعالى على الكرسي. راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وانا كرسي، كرسيين جنب بعض. كان مبسوط قوي قوي وسلم على ايدي، ايده قد كده، سلم على ايدي وهو سعيد ومبسوط. الاستاذ محمود مرسي شخصيا ده انت يعني عشرت جيل العظماء. والله يا استاذ مين هلال كامل اللي هو ده. انا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا افلامهم ويشاهدوني وانا براقبها عشان اقول لهم رايي كرقيب في الافلام. تشرب ايه؟ اخد قهوه. مظبوط. بعدين بعدين. مين اللي حاطط سوري سناء جميل على الارض؟ انا. أنا لي عتاب عليها. تخيل يا أستاذ مين حسعتك؟ هلال كامل. هو ده. تخيل ممثلة قديرة عظيمة زي دي تقول الأستاذ صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية الليلة يا عمدة، دي كلمة تتقال في فيلم عظيم زي ده؟ يعني أنت حطيت صورة سناء جميل على الأرض عشان الليلة يا عمدة. أمال لو سمعت الكلام اللي بيتقال في الأفلام الأيام دي هتحط صورهم فين؟ هتدفنهم؟ ومين قال لك ان انا ما سمعتش؟ انا سميع جيد جدا. طب انا اتحداك لو قلت لي ايه اخر فيلم نزل للسوق من يومين؟ والله انا بقالي مده ما دخلت السينما الحقيقه. نزل فيلم ابي فوق الشجره، نزل من يومين بس. هو نزل؟ نزل. الفيلم ده فيه اكتر من 50 قبله يا استاذ. تخيل ده معناه ايه؟ والله انا شايف ان معناه ان عبد الحليم حافظ حظه حلو. لا. امال ايه؟ مش عارف. بس انا كل السنين اللي قضيتها في فتره الرقابه ما سمحتش لاي لفظ خارج يتقال في اي عمل فني انا براقبه. بمناسبه ابي فوق الشجره بيسالوا الاستاذ حسين كمال، قالوا له تعمل فيلم هلسي وتكسب ولا تعمل فيلم بيقول حاجة؟ قال لهم الثقافة والهلس اللي يمكن يجتمعوا. حسين كمال؟ هو في زي حسين كمال؟ ده مخرج شاب واعد وله مستقبل رائع. الله يرحمه. بمناسبة الرقابة كنت عايز أسألك على فيلم للفنانة مريم رياض. مين مريم رياض؟ مريم رياض الممثلة. وكانت المخرجة دنيا ظافر والمنتج كان بهاء ثابت وكان معاهم منتج تاني كده عنده شركة اسمها سيال بلو. تعرف اسمه ايه؟ وايه دول؟ ايه دول اصحابك دول؟ اصحابي ايه؟ انا بكلمك عن فيلم لمريم رياض الرقابة رفضته سنة 2000. يا راجل لسه بدري على 2000. فين احنا وفين 2000؟ بلاش القهوة. حول الله ما شربش حاجة.
ايوه زيزو، انت فين كل ده؟ انت اللي فين يا هيلو؟ انا لسه واصل البيت اهو. اسمع، انا عايزك تخش على النت تدور لي على نص مسرحي اسمه انتحار غير معلن. انتحار غير ايه؟ غير معلن. تدور عليه وتطبعه لي. هتعرف ولا اجي انا بقى اشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش، انا لو اي حاجه وقفت قدامي هكلمك تفهمني. طب ماشي. الو، ازيك يا استاذ هلال؟ انت فين؟ اهلا يا استاذ سميع، خير؟ في حاجه؟ انا عاوز اقابلك ضروري، شغل مهم ومحتاجك فيه. نتقابل بكره في الجورنال؟ لا لا لا، الافضل يكون دلوقتي. قول لي انت فين مكانك وهبعت عربيه تاخدك من المكان اللي انت فيه. استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيه؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. بتهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكره انا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفيه ضد الفساد، وعارف انك معارض للنظام الحالي. انا مش معارض للنظام، انا معارض لاي غلط بيعمله اي نظام، سواء نظام سابق او حالي او مستقبلا حتى. جرى يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي ادي احنا بنتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي. أفهم من كده إنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه معرفتكش كويس، ولازم تعرف إن أنا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك أي حاجة غلط هكون أول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. أنا عايز أصرح الناس بكل حاجة عني، العيب قبل الميزة، وعشان كده اخترتك أنت بالذات. أنا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحة في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجه زي دي مش سهل ان الواحد ياخد فيها قرار بسرعه. طب مش تسمع باقي العرض الاول؟ انت هتكون واحد من القائمين على الحمله بتاعتي، ومن دلوقتي لغايه ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر. كويس؟ 20,000 دولار؟ اه. مش شايف ان المبلغ ده كتير شويه؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا. عموما الفلوس مش هي اللي هتخليني اقبل او ارفض. انا اذنك. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده. يعني عايزين منك خدمة صغيرة. خدمة مني انا؟ أؤمر. سميح البجوري. مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شوية معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب، انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. فضل روبي. هي وصلت انك انت تكتب مقال وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق، وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده. كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعب وشقايا وسنين عمري في الجورنال؟ ايه؟ انا حاسس انك انت زي ما كنت بعرفك لاول مره،
انت اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجة حواليك بتتغير. انا اضطريت اعمل كده عشان اعيش. كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن وآخرتها، تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ اني فقت لنفسي لما حسيت انك هتتأذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان، بس انت طول عمرك اجدع مني. اه والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معنا. حاضر. ما تخافش، مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف هنا. ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف، مع السلامه. نعم. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده، الشغل ده بطل من زمان، خصوصا جريدة نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفترة الأخيرة. مظبوط يا فندم، خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس وحضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال أعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريدة على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن من أقفلها فعلا، أحسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا، وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل بدأت تقرأ دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في الرجلين. اطمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز.
الموضوع مش مستاهل يا استاذ غادة. احنا خدنا اقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على اقوالك. حاضر. ما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني. كان ليه الأستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان أسيب شغلي واللي ورايا واجي؟ مش ممكن. إيه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غادي عارفة يا غادة، أنت بتفكريني بنفس زمان لما كان أبويا لسه عايش. أبويا مات وأنا في أولى جامعة الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا أفعاله ولا آراءه، وكنا على طول مختلفين. ده أنا حتى مش فاكر حاجة واحدة اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت إن ظهري انكسر، لدرجة إن أنا كنت بمشي في الشوارع أتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس إن ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شوية من موته كده افتكرت كل الحاجة اللي احنا كنا مختلفين فيها، فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح، وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقولك على حاجة غادة، بس ما تضحكيش عليا، اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقيقة حضنه يا بنتي، الحقيقة حضن أبوك يا غادة، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه إن ظهرك انكسر. أنا عندي ميعاد ولازم أمشي عشان ألحقه. عن إذنك. وبعدين يا عترة، هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حودة واهدى، دلوقتي ترزق. شكلها هترزق يا حودة. اجهز يا حودة. خلي ينزل اللي في بطنها وتقولي للزفت أسامة يخف على البنات شوية. اتفضلوا. يلا ما انا ما ورايش غيركم يا اختي. يلا. ايه رأيك بقى في الأمورة دي؟ أمورة ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نضيفة وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ مفيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامه، يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزه اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. برضه دولارات بقى مفيش مرة ادوهم لي مصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزة اروح لماما. ماما مستنية لتحت. تحت فين؟ حبيبتي ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي Thank you.
تخافيش تعالي. الو يا رضا، انا نازل البروفة اهو. يا ابني ما انت لسه مكلمني نص ساعة وقلت لي نفس الكلام. انا قلت اطمنك واطمن عليكي بس. وحد قال لك ان انا قلبي متشحطف عليك؟ انت تلاقيك بس لسه سامع لك حلقتين لأسامة منير ولا حاجة ومؤثرين عليك. ايه يا بت ده؟ هو انت فصيلة في كل حاجة كده؟ تصدق انك لما بتتضايق صوتك بيبقى أحلى من النحنحة دي؟ هو انت مين اللي سماكي رضا؟ ايه؟ اسمي مش على هواك ولا ايه يا بسكوتة؟ بس تصدق شكلك كان حلو امبارح وانت بتتخنق؟ انت بتتريقي بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اقفل يا عز دلوقتي، اخويا بيتخانق تحت، هاخد مولة السرير وانزل لهم. يا رضا مولة؟ ايه البنت دي؟ انت بتسأل عن البنت دي ليه؟ لو عملت حاجة قول لي وانا اجيبها لك لحد عندك. شكرا يا حبيبي، بس الحقيقة في واحد صاحبي عايز يعرف كل حاجة عنها. هي حاليا بتشتغل في ديسكو، اتقبض عليها مرتين اتجار مخدرات. طب ممكن اخد صوره من الملف ده بعد اذنك؟ طبعا يا مندور بيه، تحت امرك. نورهان اللي انت بتدور عليها طلعت مسجله. الله، واحده طالعه لا اب ولا ام، عايزه تطلع ايه؟ استاذ الكيمياء؟ الله لك حق. المهم دلوقتي هي لسه شغاله في الديسكو ولا سابته؟ والله طبقا للمعلومات الموجوده في الملف لسه شغاله هناك. طب ما تيجي نروح نشوفها. ايه ده؟ انا هروح الديسكو يا هلال؟ الله، هو انا بقولك تعالى نسكر، احنا هنشوفها موجوده ولا لا؟ حاضر، امر الله. معلش يا حبيبي انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش. جرح سطحي والله ما تلاش، الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبة عمالة ترف عليك واحدة ورا التانية؟ أنا عارفة طلعت في طريقك دي ازاي؟ يا مين يا ماما؟ أدم السعد، أدم النحس عليك. شوف بقالك قد إيه في الداخلية ما جرالكش حتى خدش واحد. يا ماما أنا كنت في بوليس الآداب، هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي، ده أنت لما جيت خطبتها نقلوك، ولما نويت تكتب كتابك جات لك طلعة. أمال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك إيه؟ هيفجروك؟ والله صابرين بتحبك يا ماما. وانا بقى ما بقبلهاش لا هي ولا امها. بشويش 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 يا حبيبتي، بشويش عليك بشويش حبيبي. معلش معلش. تمام يا حبيبتي، تمام. ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه. والله انت بنت حلال، لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله، للدرجه دي القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحه مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي، طب بقول لك ايه؟ خد اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه؟ ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشرب يا ام. قول ايه بس البعزقه والمصاريف دي كلها؟ اشرب يا ام اشرب. امال عصام ما جاش معاكوا ليه؟ ايه؟ معقوله يسيبكم انتوا الاثنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاثنين، يجوا لوحدهم وما يجيش. مش دي برضه اصول الرجوله ولا انا متهيألي؟ اشرب يا ماما اشرب. مش هشرب.
منى انا مالك يا عصام؟ وانت في حاجه مضايقك؟ انت لسه صغيره ومش هقدر اقول لك اللي انا حاسس بيه. احكي لي يا عصام، انا مش صغيره، مش انا كل حاجه بحكيها لك؟ انا بحبك وعايزك تبقي مراتي بتاعتي، انا نفسي اي حاجه اطلبها اقولها لك من غير كسوف. عصام انت رحت فين؟ انا اسف ما قدرتش امسك نفسي، مكنتش عايزك تسمعيني وانا منور كده. انت طيب قوي يا عصام، انا مشفتش حد زيك كده. انا خايف اطلب منك حاجه تفهميني غلط. لا قول كل اللي جواك. ممكن نتكلم فيديو كول نبقى واخدين راحتنا؟ عايز احس انك مراتي. انا مش هقدر اعمل كده يا عصام، انا بعتلك كده صوره قبل كده عشان ما تزعلش، بس اكتر من كده انا مش هقدر. خلاص يا منى، انا اسف ان انت شايفاه، انا لازم اقفل. عصام اتبسطت قوي روح امك قوي. وبعدين ما انت عارفه انت اتبسطتي كتير قبلي. طب امشي يا بنت من قدامي لو بوظ لك وشك ده. هي مين دي اللي بوظ لها وشها؟ بس امشي انت دلوقتي. ماهي ايه يا نوران يا حبيبتي؟ مالك هتفضلي تعملي لي مشاكل كتير ولا ايه؟ ظهر انك حنيت العشد الملاجئ. خلي بالك انا زي ما وقفت جنبك وشغلتك هنا، بكره الصبح ممكن تلاقي نفسك في الملجأ تاني. ركزي شوفي شغلي. الشنطة دي فيها 50 تذكرة، يتوزع كلهم النهاردة.
مريم فضلت محتفظة بيها لغاية ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وايه الظروف اللي تخلي امي ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين انت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني اصدقك عادي؟ مريم كانت راحة تعترف بيكي وما لقيتكيش، وقتها كنت هربانة من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصورة دي جبتها منين؟ أنا جاي لك عشان الورث اللي ليكي، وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للهات المريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت متعرفهاش عن مريم، اديني فرصه افهمك. ايوه الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجه مساعدتك. ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل، معيش فلوس ولا عندي حتة أبات فيها. انت ممكن تباتي هنا وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقة مريم تبقى ورثة ليا؟ انا عايزة مفتاحها عشان اقعد فيه. ايوة بس لازم الاول نثبت انك انت منتها عشان تاخدي الشقة بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحة؟ أنا كل اللي يهمني إن أنا أوصل للي قتل المريم. عارف يا أستاذ هلال، أحسن حاجة عملتها إنك حبست الزفتة اللي اسمها سامية دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح إن أنت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي إن ربنا ياخدني ولا إني أشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفه من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حته فيا، وانا ولا قادره اتكلم ولا انطق. مريم كانت عارفه اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت احكي لها مره بس خفت من تهديد المشرفين، وبعدها سبت الدار وهربت. ايه الحديد اللي انت حاطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشني كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي، يبقى شكلك وحش قوي. حديد حط حديد في مناخيرك وبقك، دي حاجه بنيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر ان دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف، لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا عارف يا عفيف، هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا يعني اي نجاح لي افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي، انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه. جري يا عفيف، انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتتضعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي، انت اللي هتكتب المقاله؟ لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى، هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت، صح؟ ايه ده جري يا عفيف، انت شيطانه يا اخويا. حتى الشيطان مش عارف ياخد بعقل حق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفيف؟ سائح. بحسب. كلي كلي. ازيك يا هيلو؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الموزه دي؟ احنا ليلتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب.
انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي، بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزه وبنت مريم رياض الممثله؟ ده انا اتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟ سيلفي ايه؟ عايز تاخد سيلفي اديك على دماغك الاول. قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير مانجا. مانجا ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلامندر، بس انا بحبه. ايه السلامندر؟ معرفش، بس هو شبه السلامندر. بابا عايز اخد رايك في حاجه. اهلا يا حبيبتي، تعالي اقعدي. نعم. بس تقولي بصراحه ومن غير ما تجاملني. ما انت عارف انا ابوك ما بيعرفش يجامل حد اطلاقا. قولي واوعدك اني مش هجاملك. طب اسمع، الاسم وحيد، جيت الدنيا ما اعرفش مين ابويا ومين امي، لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الافعى براس شيطان، تضرب فينا وتعذب وتعلمنا الاه والمر. قصه قصيره بتحكي حياه طفل في دار ملائكه الرحمه، او بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الاطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لابشع صور الاهانه والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع اشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الايتام في مصر. السلام عليكم. مين دي يا بابا؟ نورهان بنت مريم رياض، دكتور عماد ابني. ازيك يا نورهان؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل نورهان ضيف عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش عارف انام. بس انا عندي حل. عماد ينام عندك في الاوضه، وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونورهان تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا دي امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض. يلا امشي اديك بالجزم على دماغك. تسمع لك كلام رقان مانجا بقى. يلا نورهان الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر، تصبح على خير. وانت من قبل انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك كده. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، الف مبروك. يلا بقى يا ام عصام بقى زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. ايه يا استاذ هلال؟ معلش كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي بكتب كتابي بكتب كتابي، بتجوز بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجيلك دلوقتي. بتجوز بقول لك بتجوز. طب انا جاي لك حالا حالا. ايوه ايوه حالا اهو حالا. لا مؤاخذة البطاقة. رؤوف رؤوف زغرتي. لا أمر يا فندم. ممكن اعرف يا فندم ايه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه انه اعتدى عليه وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى مندور. لا انا مش مراته، وانا اللي بتهمه انه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حته وعايز اعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعادتك؟ انا لواء مندور شكري. اهلا وسهلا. اظن كده يا فندم احنا نكسب، احنا معانا لواء وظابط. هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ انا صديق مقرب للواء مندور وللظابط رؤوف. انا قصدي ايه علاقتك بالمشكله يا فندم؟ ده الكاتب الصحفي هلال كامل والد المتهم عماد.
أنا مش متهم، هو اللي تهجم عليها في الأول، ما كانش ينفع أقف أتفرج. شايفين؟ شايفين الشهامة؟ شهامة! أنا مش عايز أتكلم. والله يا جماعة أنتوا حاطيني في موقف محرج للغاية، وأنا شايف يعني نسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا إن في سابق معرفة بينكم. هسيب لكم المكان شوية. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قاري فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمه عشان الموضوع يبقى حراق، فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه حتى لو ما كانش عمل اي حاجه. يا عم هيجيب معاك من الاخر. هعيش معاه حياتي وهقول لك رايي. يا عم عيش وسيبنا عيش. ازيك يا بيبي؟ عامل ايه؟ انا زي الفل. انت عامله ايه؟ فينك مش باينه؟ عندي شويه حوارات كده، روح اسلم واجيلك محبي. من عين قلبي. بتعتذري على ايه بس؟ كان منطقي جدا انها تدخل، وبعدين انت مالكيش ذنب في اي حاجه، ده بني ادم مريض يا شيخ. ما كنتش حابه احطك في موقف زي ده بجد، انا اسفه قوي. كل الاعتذارات دي هو اللي رفع عليها السلاح، امال يعني بقى لو كنت انا اللي ضربته؟ لا، ما انت ضربته في الاول على فكره. كويس الحمد لله يعني انك ما نسيتيش. وبعدين ان شاء الله الموقف ده مش هيتكرر تاني. انا بس كنت عايزك لا زي ما انت، والله ما انت متحرك على وضعك يا خيلو. انا جنبك هنا في كابينه 2. عماد، هو في حاجة ولا إيه؟ لا 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 أبداً. بقولك يعني حاول تنسى اللي حصل عشان ما يضايقكيش كده يعني. يا رضا أستاذ دراز، أنا جبت لحضرتك المقال اللي طلبته. أنا
ألف مبروك يا نهى. ردود الأفعال والتعليقات على المقال بتاعك هايلة هايلة هايلة. الله يبارك فيك يا أستاذ، الحمد لله. على فكرة يا نهى، وأنا عرفت العصر امبارح من زياد طليقك. هو أستاذ هلال هو اللي حكى لك؟ لا، باباكي هو اللي حكى لي. ما أنت عارف يا نهى، أنت بالنسبة لي زي بنت بالظبط، وأمرك يهمني. ده إنسان سخيف وبجح، وصلت بالجراءة إن هو يجي تحت بيت أستاذ هلال؟ كبرني، ما تحطيش في دماغك أمه. هو مشكلته بس إن هو عارف قيمتك بعد ما سبتوا بعض، تلاقيه عايز يثبت لك إن هو مهتم بيكي وإنه اتغير عن الأول. والله يتغير بقى لغيري ويبعد عني. عن إذنك. يعني إيه ما ينفعش أجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في أي حاجة. طب وإيه المشكلة يعني؟ ما أنا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكرة. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايز انا اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. بقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. أمال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه إيه يعني؟ الشنطة يا ست ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه، تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبري حصل. لا تمام، شكرا جدا. ان شاء الله بينا نايه بقى. ها يلا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا للاسف. لا براحتك اتفضل.
بابا. أنا لقيت الكيس ده في الحمام. دي بودرة. نورهان كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ أيوة زكي، خد العنوان ده، 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز اعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقة مريم. انا عرفت هي مخبية الفيلم فين. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ مفيش، قلت اتمشى شويه. الحاجات اللي انت مخبيها وراكي دي هي الدليل اللي هتخلينا اجيب حق والدتك، بس انا مش همنعك، براحتك. انا اسفه بس غصب عني. انت لازم تتعالجي وانا عارف جنبك لغايه ما تبقي كويس. مين قال ان انا مش عايزه اتعالج؟ وحضرتك فاكر ان انا مبسوطه باللي انا فيه، بس انا مش عايزه حد يشيل همي، والنبي سيبني امشي. نوران انا عارف ان صعب جدا انك تبطلي، بس احنا كلنا هنقف معاكي. بس بس حبيبتي، بس بس عيطي عيطي حبيبتي. انت بوظتيلي البيجامة؟ يعني ايه ما قدرتوش توزعوا الكمية كلها؟ انتوا بتعملوا ايه مش فاهم؟ الكمية كلها تتوزع بأسرع وقت، وتخلوا بالكم كويس قوي من عيون الحكومة. أي زبون تشكوا فيه بلاش تتعاملوا معاه من الأساس. أنا مش ناقص مشاكل مع الداخلية. يلا يلا اخفوا الحاجة بسرعة. يلا جبت اللي قلت عليه؟ اه. مين بقى اللي بيدور ورانا؟ صحفي اسمه هلال كامل، بيقول ان هو بيدور على راجل اسمه صداد. صداد؟ اه. مين بقى صداد؟ كل اللي عرفته ان ده راجل بيدخل البلد كميه كبيره من المخدرات. الفلاشه دي بقى عليها فيديو وهو بيستلم البضاعه، وان مريم رياض هي اللي صورته وهو بيستلمها. اه على فكره هو عنده نسخه تانيه من الفيديو، بس انا ما اعرفش مكانها. اه ألف شكر. خليكي هنا. ماشي. أيوة يا حاج، في صحفي اسمه هلال كامل بيدور ورا الباشا. خلي بالك الراجل ده لو وصل لحاجة رجلنا كلنا هتيجي في الموضوع.
ازيك يا عصام؟ ايوه مين معايا؟ انا اللي انت مستنيه يكلمك بفارغ الصبر. لا انجز، مش ناقصه اخف الدم، انا فعلا مكفيني. ربنا يكون في عوني اللي زيك. طبعا اتسرق منه لابتوب عليه فضحه على نص بلد مصر. المهم منى قالت لك على المطلوب ولا لا؟ انت جبت رقم منين؟ ما يخصكش، قدامك يومين وال 200 الف جنيه يجوا لي، يا اما مصر كلها هتتفرج على فيديوهات المدرس الفاضل. لا 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 لا، قول لي بس انت عايز ايه. اتصرف يا مستر. الو، برافو يا جماعه، بروفه هايله. انا ماجد زيدان، رجل اعمال وصاحب اكبر شركه تنظيم حفلات في الشرق الاوسط. اهلا يا استاذ ماجد، الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك. عجبتني جدا بصراحه، انا كان ليا صديق اتفرج عليكم مره، هو اللي قال لي لازم اجي اتفرج عليكم. استمتعت جدا بيكم وانبسطت، بس للاسف دي الوقت انا مش هقدر احضر معكم الحفله، بس اكتفيت باللي شفته، انبسطت جدا بصراحه. الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك، يعني احنا نفسنا نوصل لكل الناس ونفسنا الناس كلها تسمعنا. لا ده حقكم، وعشان كده انا بعرض عليكم امضي معاكم سنه وست حفلات في الدول العربيه. يلا جدا. المهم البطل بتاعنا وافق عزيز، ولا رأي؟ أنا موافق طبعا. تمام، يبقى هتعدوا عليا بعد بكره في المكتب ونمضي العقود. زيزو طلع بالله. زيزو يلا يا جماعه على العربية بسرعه، لازم نحاول على اقرب مستشفى. ايه اللي حصل؟ احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي، وفجأة لقيته وقع من طوله، اصله ما كانش واكل حاجه من الصبح، وأول حاجة عملتها اتصلت بيك، واتصلت بوالدته من تليفونه. طمنا يا دكتور، حالته عاملة إيه دلوقتي؟ مجرد هبوط بس، والصبح هيبقى كويس. يعني هو لازم يبات؟ الأفضل إن هو يستنى هنا النهاردة لحد بس ما نطمن إنه بقى كويس. بعد إذنك. اتفضل. عايز مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ طمني مفيش اي حاجه، هيبقى كويس. هو بس اصله مفطرش كويس ونزل عمل مجهود، وانا هبات معاه هنا. تبات معاه؟ انا اللي هبات معاه؟ انت ليه عايز تحسسني اني مش امه؟ خلاص يا عم هلال، انا هبات معانا ومعز. ومعز؟ ودي ايه دي كمان؟ طبعا تلاقيكي واحده من اللي مضيع وقته معاهم في المزيكا وكلام الفاضي. يلا يا ماما، يلا شوفي وراكي ايه. تعالي معايا انا هوصلك. انا تعالي معايا. ام عز ايه؟ هي مش امه. اهو استاذ هلال. عملت ايه يا زكي؟ طلعت الملاح دخل الفيلا بتاعت صلاح ضاحي وقالوا بتاع نص ساعه. صلاح ضاحي؟ ده راجل الاعمال بتاع السياحه. انت متاكد من الكلام ده؟ والله اليافطه قدامي اهي. صلاح ضاحي صدق. اسمع زكي، انا هروح البيت اجيب الشريط اللي عليه الفيديو، وانت سبقني على شقه مندور. سلام عالمي. بتشرب ايه يا عماد؟ لا ولا اي حاجه، انا جاي اطمن على نهى ونازل على طول. ايوه تطمن، بس هتشرب حاجه؟ هتشرب النسكافيه بتاعي تخصصي، مفهوم؟ ماشي. هتشربه غصب عنك، هي المسألة مش بمزاجك. أنا مش هيشرب نسكافيه. اتفضل. الحمد لله أنت بقيتي أحسن دلوقتي. الحمد لله. بصي بقى، أنا هكتب لك على أدوية هتريحك جدا، بس مش عايزك تفكري في أي حاجة بقى تعمل لود على أعصابك. ما كانش لازم تسيب شغلك وتتعب نفسك. لا ما أنا بحب التعب عادي، وبعدين أنا ما جيتش هنا من فراغ. أقصد يعني إن بابا موصيني عليكي. أستاذ هلال ده دايماً بيفكر في حل مشاكل كل الناس اللي حواليه، بصراحة أنا بحسدك عليه. بابا ده أهم حد في حياتي. طب وابنك؟ ماله؟ أنا آسفة إني بسألك في حاجة شخصية يعني، بس كان أستاذ هلال كان حكالي يعني حاجات عنك. لا مفيش حاجة. ماضو ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، بس هي مامته تفكيرها غريب، شايفة إن أي بلد عربي يبقى مكان للإرهاب. اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، وفي الآخر خيرتني أسيب مصر وأسافر مع روسيا. أنا انفصل،
وسبتوا بعض. بالظبط، حياتي كلها هنا. ده زي بالظبط ما يكون استاذ هلال هو اللي بيتكلم قدامي. انت عارفه ايه بقى اكتر حاجه مضايقاني في اللي حصل لك ده؟ ايه؟ ان انا يوم ما افكر اعمل لك حاجه عشان تبسطك واروح اجيب الجورنال اللي فيه المقال بتاعك والف بيه الورد، يحصل لك كده في الاخر. ورد؟ اه، وجورنال كمان. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. الف مبروك يا دنيا. يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ شكلك مش مريحني دبلانه كده ليه؟ لا عادي ولا حاجه. ايه دبلانه ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبه قلبي ضحكتها كانت مسمعه الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفه اول ما بتبدا بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل اسود يا جوز بنتي. طمنيني، عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجه. يا نسبتي؟ ايه ايه يا نسبتي؟ ولا حاجه ازاي؟ لا ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا 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 مفيش حاجه ولا حاجه. ازاي بقى؟ احنا ما سبناش حاجه، ما عملناهاش. صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجه، ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رمايه الطبنجه 9 مللي؟ علمتها ازاي تقبض على مجرمين؟ علمتها ركوب الخيل؟ ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان. ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط ببقها وتسكتها ليه؟ ها؟ وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش ناس الفار ينط. تعالى هنا كلمني، هو في ايه؟ حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود، وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. اه كده طمنت قلبي حبيبي. بابي. يا من عايز حاجه؟ أنا كنت عايزة موبايل جديد وشوية هدوم كده. شوية هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا ما أصل كل صحابي كل معاهم آيفون إكس. ماشي يا ستي. يا من. ثانك يو بابي. ايه ده جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف الف طلع اسمه كمال اكرامي. سافر اليابان في بعثه تعليميه عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بيطبقوه اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسه هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعوا حاجه زي كده؟ المفروض انه كادر اداري. يعني هي جت عليه هو اهلال ده كل اللي سافروا معاه في البعثه اداريين في وزاره التربيه والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتمشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصه وجات لينا ان احنا نعلم المدرسين بتوع نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروح يتفسحوا. بس في حاجه يا ليل، انت قلت لي ان كاف الف ده معاه دكتوراه، عفاف اختي قالت لي ان كمال اكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمة؟ لا لا مفيش حد بالاسم ده. الشيخة ريهام شفيق. شيخة ايه؟ دي ممثلة. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعية. تغيير مهنة يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتورة. لا لا الدكتورة دي ليلى الشناوي اللي هجرت. هجرت. وده حصل لها ازاي؟ خير يا استاذ هلال. ايه بقى المشكلة اللي حضرتك عايزني فيها؟ منة حفيدتي في مدرس عندها في المدرسة
لعب عليها واوهمها انه بيحبها وصورها كم صوره كده. لا طب ازاي مدرس يعمل كده مع بنت قد بنته ولا اخته الصغيره؟ طب ما الخوف كده لحسن تكون العلاقه اتطورت يعني الحاجه التانيه، سواء مع حفيدتك او مع بنت تانيه برضو. المشكله ان اللابتوب بتاع المدرس ده اتسرق وعليه الفيديوهات. الفيديوهات دي وقعت في ايد واد اتصل بمنا وحاول يبتزها. طب الواد ده بيتكلم من رقم ثابت ولا من اكتر من رقم؟ هو كلمها مرتين من نفس النمرة، هي كاتبه لي النمرة معايا هنا. ساعات وهجيب لك الواد ده. هي حفيدتك في مدرسة يا استاذ جلال؟ مدرسة أجيال الدولية. أجيال؟ أجيال الدولية. طب المدرس اللي عمل معاها كده اسمه إيه؟ عصام منصور. إيه؟ عصام منصور فيه إيه؟ عصام منصور ده أخو مراتي. أخو مراتك؟ طب على خيرة الله. في بيتها يعني. خلي بقى الست غدا تشبع بنص المعرض. تجيب لب وتقزقزه تنقل شغلها، هي حر. ده انت طلعتي مش سهله بقى. معقوله تنقلي كل البضاعه اللي موجوده في المعرض توديها المخازن وتخلي المعرض على بلاطه؟ ده تفكير شياطين. طبعا هي فاكراني تلميذه. انا ياما اتمرمطت، خدتها من شرقها لغربها. هتيجي بنت امبارح تعمل عليا انا مفتحه؟ ولعلمك يا عامر انا مش هعديها لها بالسهل. الله يا دراز، الله، المقالة قلب الدنيا. مفيش حد في وزارة التربية والتعليم إلا وبيتكلم عن موضوع إكرامي والشلة بتاعته. وعلى فكرة في أخبار إنهم هيحولوا الجماعة كلهم للتحقيق. فرحتيني يا عفاف، ده أنا لسه عارف خبر إن وزير التربية والتعليم هيعمل مؤتمر صحفي بكرة ويوضح كل حاجة ويدين الناس دي. لو إيه كمان؟ اتضح بقى إن الموضوع منتشر في الوزارة وإن في ناس كتير عملوها قبله. لا يا شيخ، واحنا عمالين نقول ايه اللي بيجيبنا ورا؟ ما هو بسبب امثالهم. تصور ان كان في بعثه من الطلاب المكفوفين هيسافروا فنلندا عشان يلعبوا كره الجرس. بعد يعني ما فتشوا وراهم اكتشفوا ان الطلاب المكفوفين ليسوا مكفوفين ولكن مفتحين. عبس، والله العظيم عبس. يا خوفي بعد شويه الموضوع يتنسي ويصفروهم برضه ويعملوا لنا فضيحه بجلاجل هناك. لا لا، انسى. الوزارة خلاص وقفت ومش هتقعد بعد اللي حصل ابدا. عفاف خليكي معايا ثواني، هلال معايا على الانتظار. ها هلال، هكون فين يعني؟ في جنان. ايه؟ انت وزكي؟ اجيلكم فين؟ انت متأكد يا زكي ان ريمان موجودة هنا؟ ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقول لك البلد ما فيهاش شغل. انا جاي لك بصفه وديه مش كصحفي، عايز اسالك عن حاجه. حاجه ايه؟ مريم رياض. الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحيه شقاوي البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهاده من اكاديميه التمثيل في كاليفورنيا. انا عرفت ان الشهاده دي مزوره. مزوره؟ واللي زور الشهاده دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة ايه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد بره، والشهادة معايا وموثقة من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها، أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا اخويا ولا ايه؟ انتوا مين يا جماعه وعايزين مني ايه؟ انت كنت متجوزه عرفي سنه 98 مش كده؟ وبعدين بقى انتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ هتردي على الباشا نعيمه. نهارك اسود. انت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومه وهنمشي، مش قاصدين اذيه ليكي. يا بيه انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعه عرض المسرحيه كنت متجوزه محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجه. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحه، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحه.
الدكتوراه بتاعتك يعني في دكتوره تشتغل رقاصه؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزوره وانا بشتغل رقاصه برضايا. وده كلام ناس عاقله برضه. ده انا ابقى مجنونه لو ما عملتش كده. يا بيه اللي انا بكسبه وانا رقاصه في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعه في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطه. مركز اجتماعي وسلطه وانت رقاصه؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه؟ يعني هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعت هي. وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثة هامدة فيما يجب ان يكون. بصراحة مش متفائلة، يعني حاسة في حاجة. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا لحظة جد، يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصدك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضايا جديده. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وبعدين يا أستاذ هلال، أنت كل شوية هتوقع لي وزير ورا التاني. أنا خلاص ما بقاش فاضل لي غير 3 وزراء. أنا خايف المرة الجاية تكون إقالتي على إيدك. نادى العلوان نون عين. إيه في حاجة؟ لا ده مش عندي. وقعت قلبي. أنا بفكر المرة الجاية لما أجي أرشح وزير هبعت لك وأسألك مين من الشعب ما عليهوش حاجة. وحشتني اليومين دول للدرجة دي؟ وأكتر كمان. وعاملة إيه في العلاج؟ بدأت أحس بتحسن ودكتور عماد بيطمني. طب الحمد لله. أيوة كده. أنت بنت جدع وقوية. وحشتني قوي، وحشتني لميتكم حواليا. الورق ده جالك إزاي؟ هو ده اللي يفرق معاكي؟ جالي إزاي؟
الورق ده لقيته على مكتبي النهارده الصبح، شكله كده يخصك. انت عايز مني ايه؟ ازاي ضميرك يسمح لك انك انت تجري في اعضاء الناس؟ انا وقتها عملت التنازلات بس، وبعدين انا ما غصبتش حد، الناس باعت وقبضت الثمن. تستغلي حاجة الناس وتقولي ما غصبتش على حد؟ انت جاي تحاسبني على حاجه عملتها من 12 سنه؟ انا ما كانش ليا اي دعوه بالبزنس ده، كل اللي عملته شغل قانوني وبس. اول مره احس ان انا عاجز ومش عارف اعمل ايه، ابلغ عن بنتي ولا اخالف ضميري واسكت؟ لو انت تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهاده تقدير. وما تنساش بقى تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ، و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك، جايز كده ارتاح ضميرك. كنت هطرده من الاول بس ما رضيتش عشان خاطرك. تعالى هنا، انت مش قلت لي ان انت اتخلصت من الورق؟ ابوك الدنيا مقلوبه عليا بسببه، وفي ناس كتير متضايقه من اللي بيعمله ممكن يسكتوه، وانا ما عنديش استعداد اخسرهم. وبعدين الدنيا علمتنا حبيبتي ما تخلصش من ترطفه ورق حتى، لان كل حاجه بيجي لها وقت ونحتاج لها. أستاذ هلال. أيوه. أنت من ساعة ما دخلت حياتي وهي اتشقلبت، أنا مش عارف أدخل أنا ومراتي. يا أنا كنت من زمان عايز أقول لك الحكاية دي، ما تقلقش. ما تقلقش خالص، كل حاجة ليها علاج. ما تشربش كاكاو. نعم؟ ما تشربش كاكاو. كاكاو إيه؟ كاكاو. كاكاو إيه؟ بقول لحضرتك أنت السبب في مشاكلي، أنا بقيت أشوفك أكتر ما بشوف مراتي. طيب ما تشربش كاكاو. تاني هيقولي كاكاو تاني. قوم افتح، قوم افتح شوف مين. أنا مكسر. إيه؟ قوم افتح بس. افتح إيه؟ قوم متنحش. ازيك يا روبي؟ أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. انت ايه يا جدع، انت ايه اللي خلاك تمشي بدري وتسيب الجنون كده؟ وبعدين انت ايه اللي مقعدك هنا اصلا بعد القلق اللي حصل ده؟ بقول لك ايه يا هلال، انت مالكش قاعده هنا. احنا ما نضمنش الناس اللي تسبب في سجنهم دول ممكن يسلطوا عليه حد او يعملوا معاك حاجه وحشه. هلال من الاخر كده بكفايه اللي حصل، انت هتيجي معايا البيت وتقعد عندي. انا ما برتاحش غير هنا يا دراز. عندي هترتاح اكتر ان شاء الله، حتى عفاف اختي هتفرح قوي لما تيجي معايا. انت كده يعني بتشجعني ان انا اجي معاك. انت سبت بيت بنتك؟ ليه كده يا استاذ هلال؟ ما ارتحتش هناك. خلاص، يبقى هتروح تقعد عند الاستاذ دراز زي ما بيقول، ومن بكره هيبقى معاك حراسه. ده حراسه ايه؟ لا 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 بلاش الحاجات دي، انا احب ابقى براحتي. مش هتحس بيهم، هو ده اللي لازم يحصل. وانا مش هتنقل من هنا الا لما تيجي معايا. طيب، في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف، وبعديها هاجي عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك، وهفضل معاكوا لغايه ما اطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام؟ مش فاهم. يا ماما. ده بيقول يا ماما. يا حبيبتي. انا عندك في البيت. مراتك ضربة بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما، احنا متخانقين. ليه كده بس يا ابني؟ خلاص خلاص خلاص، انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجوك. خلاص انا مش ناقص مشاكل، ارجوك. يا حبيبي انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شاكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه، ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي. ها، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامع امك يا رؤوف؟ ما تهدي شويه يا حاجه، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش. هما ما عرفوش. ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع
راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل. يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلوية او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده قوي. بص انا هقول لكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمه ايه جاي صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ايه ده يوسف وهبي؟ ايوه يا نهى. انا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه. ومنظور هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضية اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعة. عشاء ايه تاني؟ ليه وجعوا؟ ده سابع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ مخنة. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضية بتاعتنا وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجة هنبتدي بيها الكوافيرة بتاعت مريم. انا فاكرة الكوافيرة دي عشان ماما مرة خدتني معاها وكان ساعتها عيد الطفولة وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفة مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحرك عليها انت وزكي. مش عايزك تسيبيها الا لما تعرفي منها كل حاجة. انا نقيان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ ايه ده؟ هي مريم خلفت من ورايا ولا ايه؟ اصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجه زي دي. معلش اصل هي كانت مخبيه عن الناس كلها. عامه انا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انت بنت الغاليه، تشربي ايه؟ لا لا شكرا. بصي انا جاي اسالك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهارده. معلش خليها مره تانية ان شاء الله. لا لا انت شكلك كده مش طالعه لماما. الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. الا قولي لي هو مين الاستاذ؟ إيه؟ اوعى يكون جوزك. لا جوزي ايه، انا مش متجوزه. انا زكي. مع انه مش باين بس تعرفي لؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، شاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك، ده زي القمر هيعجبك قوي. ايه يا حاجه ايه؟ لوك 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 لوك. انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت اول مره تشوفيها؟ كان في مذيعه برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك، ماما اتعرفت عليها هنا وبقوا اصحاب. مذيعة تقصدي الأستاذة ناهد فؤاد. نون فيه صح. طب قولي لنا بقى ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقة بقالها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الإذاعة. وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم. إن ربك هو أعلم. بمن ضل عن سبيله. بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا أنتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا
اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد. الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة ادوات مدرسية جنبنا هنا واحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الاطفال دول، هم المستقبل. عم ابراهيم، عم ابراهيم اهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الاتوبيس. الباقي في حياتك، في اخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله ان شاء الله حقهم هيرجعوا. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم. اقول يا باشا سعادتك، احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطه اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني هو عم ابراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الاطفال قران؟ عم ابراهيم بيعلمنا القران من اكتر من 30 سنه، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم احفظهم قران. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت اديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن أوي أوي أوي. آه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده فيه إيه؟ أنا اللي بسأل في إيه على فكرة؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي يعني. بتعرفي أنت يعني؟ لا بس هنسأل اللي بيعرفه. أصلك ساكت يعني من ساعة ما قعدنا مش فاهماك. هقول إيه يعني؟ زيزو هو أنت زعلان مني في حاجة؟ أزعل منك ليه يا رضا؟ آه فهمت دلوقتي أنت متغار معايا ليه؟ مين نورهان دي؟ في إيه؟ مين نورهان دي واحدة صاحبتي عادي يعني. آه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الأول ولا بتسأل عليا. تمام. انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك، بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا، بس ما تغيرش الموضوع وقولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال، ودي مش اول حادثه تحصل. ان شاء الله هتكون الاخيره. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا ايه وقت الحادثه؟ هيقولوا ايه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعه ارهابيه خطفت اتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول ايه؟ في الحقيقه الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب،
لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاوتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. ايه يا فندم؟ يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر اتفضل اتفضل اتفضل. برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله مش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له ان لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جراله حاجة مش هسيبكم. دي اعترافات العيال يا فندم اللي طبد عليهم بتوع الخلايا الإرهابية، بيتبلغوا التعليمات من أبو مصعب يعملوا تفجير كنيسة وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنة في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما إن هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الأجهزة اللي معاهم؟ يا فندم طبعا، ودي لستة بأرقام التليفونات ومدة كل مكالمة والجهة اللي اتصلوا بيها. ده في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. أي واحد مشتبه فيه انضمام الخلية يتقبض عليه فورا. أوامر يا فندم أوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطفه؟ تسمح لي كلام سعادتك؟ شكرا يا أستاذ هلال. سيد نوح اتصل بيا وهددني. أنت فين دلوقتي يا أستاذ هلال؟ الو ايوه يا مؤمن انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها عرفت بيتكلم منين؟ للاسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعه وفي اسرع وقت تعرف لي مكان المكالمه من شركه المحمول. تمام يا باشا انجز. زيزو لازم يرجع، الولد ملوش دعوه بحاجه. اهدى يا استاذ هلال احنا مش ساكتين، اوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوه امنيه متجهه دلوقتي لسيد نوح وهيتجاب من اي حته هو موجود فيها. وزعنا نشرب اوصافه على اللجان والاقسام وكل حته انه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفوني. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلوقتي. لما يجي بقول له ايه في ايه؟ يا عم جلال انا غلطان اني سبت لك التليفون، لازم اتصل بالبيت عندي. اه
خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا مين؟ على اليمين ده هقتلك وهدفنك مطرح. روح يا عم يا رئيس شلال. عيب كده ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايه يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشايه. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك موقفك في القضيه دي هيتغير خالص. واعتبر ده واحده مني. وانت من امتى كان ليكم وعود؟ دلوقتي دلوقتي. حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقه الغربيه ووزاره الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. حصل له حاجه انت اللي هتدفع الفاتوره. انا مش هستنى حد. هتدفعها استاذ هلال. انا اسود استاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا اولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده. من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. ليه ما ينفعش كده؟ اتطبق وانت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ اضحك اضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير. ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. We'll be right back.
عارفين مننا ايه. بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغوا الحكومة. اخرس يلا. وانا مش سبق وقلت لك الف مره يا هلال قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره بحصرنا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في برك من الدم برضه الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هلو، اهدى. حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. انت بتعرف ان دي أول مرة اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ أنا مش عايزك تخاف خالص، بعدين ده أنت اللي معلمنا إننا ما نخافش. أوعدني إنك مش هتخاف يا هلو. أوعدك حبيبي. وفي حاجة عايز أقولها لك أول مرة أقولها. أنا بحبك أوي يا هلو. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو Thank you.
إذا نخلي أحلى من الجميع. إحنا ما بنندهش ما وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. وحشتني يا زيزو، وحشتني الدوشة بتاعت المزيكا بتاعتك. قوم وعلي المزيكا على الآخر ولا يهم. أنا آسف يا هدى، كان ليكي حق لما قلت ان عادته معايا خطر. لا يا بابا، انا اللي اسفه. سامحني، انا السبب في كل ده مش انت. احلى ايام عاشها زيزو كانت معاك. انا عماله احاول افتكر لي اي موقف حلو معايا، مش لاقيه. السهر ربنا بيعاقبني على اللي عملته معاه هو واخته، وعلى اللي عملته معاك انت كمان يا بابا. ادعي له يا غانا، ادعي له. دعوه الامه مستجابه. كنتش اعرف ان وجود الاستاذ هلال هو اللي مدي للجورنال الحيويه اللي كانت فيه. ما هو اللي حصل ما كانش سهل برضه يا زكي، ما تنساش ان هو كان متعلق بزيزو جدا. بس تعرفي ايه؟ الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا اجي الجورنال يعني هي انتي. انتي بتشحنيني طاقه، بتخليني كده. طب خلاص، ما دام مفيش شغل يبقى مفيش مرتب. ما دام البيه سايب اللي انا طلبته منه وعمال يرغي. روح يا استاذ خد الصوره اللي انا قلت لك عليها. انا بس كنت بسال نوريان على شحن كاميرا سن رفيع. ولقيته؟ لا. طب لو ما اختفتش من قدام وشي في ظرف 3 ثواني انا هخصم لك 3 ايام. لو استاذ دراز سائل عليا بيقولي له ان هي هدم. 3 ثواني خلصوا يا زكي. خف الدم ومعدياه. خلاص بقى يا حبيبتي، من فضلك عايزين ننسى المشاكل شويه يا صابرين. انسى ايه يا رؤوف؟ انت كل شويه تقولي عندي شغل عندي شغل. طب هقولك على حاجه يا حبيبتي، بصي بقى، انا فكرت في حته بلان تحل لنا كل المشاكل دي. 12 ساعه شغل و12 ساعه 12 ساعه جواز. ما انت عملت البلان دي قبل كده 100 مره. بس وانسى بقى ما تليفونك يرن فجأة تختفي من الشقة، وانا بقى اقعد اندب حظي على الميت بلان اللي انت عشمتني بيهم. معلش يا حبيبتي، فجأة اختفي من الشقة ايه بس كده؟ طب هقولك يا حبيبتي، يلا بينا نروح على شقتنا دلوقتي وننسى كل حاجة. يلا ننسى؟ ننسى ايه ولا ايه؟ فاكر يوم كتب الكتاب يا اوفا؟ بلاش. فاكر يوم ليلة الدخلة؟ لا لا لا، من فضلك. ايه 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 موضوع ليلة الدخلة ده اللي هتقعدي تقطميني بيه طول حياتي بقى؟ حبيبتي احنا صبرنا كتير، يعني احنا صبرنا سنين
تعارف وحب وخطوبة، مش قادرة تستحملين شهر واحد جواز برا؟ هو فين الجواز ده أصلا يا أوفا؟ فين؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، هقول لك على حاجة. مش اللعيبة قبل ما ينزلوا الملعب مش بيسخنوا؟ طب ايه رايك بقى لو اعتبرنا كل اللي فات ده كان تسخين وهننزل بقى نلعب الماتش النهارده؟ ايه رايك؟ طب يلا بقى لحسن، الحكم صفر بقى له كتير قوي. السكر يا حبيبتي تجنني. شوف يا صابرين، احنا قعدنا سنين قد ايه صابرين، انا مش هكون رؤوف معاكي ابدا بعد كده. لا انا اقتنعت بجد، اقنعتني. يلا لو سمحت ممكن تشيك بعد اذنك شويه يا حبيبتي؟ طب نخلص بسرعه بس. لحظه نخلص. طب ايه ده شمام. اما انا بقى يا حبيبتي هنسيك الدنيا كلها حالا يا روحي. بجد يا وفاء؟ بجد يا روحي، بجد بجد بجد، انا هوريك حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده ابدا. عارف انا دايما برا عمليه الدخله بس عمري ما عشتها. لا 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 تقري ايه انت؟ هتشوف الواقع دلوقتي يا روحي. بجد يا وفاء؟ طب انت عايزني البسك ايه؟ القميص الاسمر؟ ايوه كل الالوان كل الالوان كل الالوان كل الالوان يا روحي. يلا خشي. لا ما تردش. لحظه بس، لحظه. لا 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 ما تردش حبيبتي، اصل انا لازم ارد ارجوك. لا انت لو رديت يا رؤوف انا هعمل مشكله وهسيب البيت وامشي. على الطلاق، ما انا راضت اهو. يلا يلا. وانت وصلت مع سامح ده ليه؟ قال لي ان بسوني ده ورا ناس ثانيه ربطيه عايزين يتحكموا فينا وفي مستقبلنا وفي عيشتنا وفي اكلنا، حتى راينا مش هنعرف نقول. استاذ هلال، حضرتك عارف ابراهيم رشدي الصحفي؟ اعرفه من ايام ما كان صحفي صغير، كان تلميذ او دراز. يوه ده حاله دلوقتي اتقلب على الاخر، بعد ما كان بيقدم برنامج بيفضح فيه الفساد ويتكلم في السياسه، دلوقتي عامل برنامج اسمه اهل الشهره بيستضيف فيه فنانين ولاعيبه كوره. انا لقيت اخبار عنه تخص اللي احنا بندور عليه، كان عامل حلقات كتير في برنامجه القديم عن الاحتكار اللي حصل في الاقتصاد المصري، ولقيت حلقه منهم بيتكلم عن قتل ابتسام فهمي وبيقول ان الحادث ده مدبر مش عادي. حلو قوي، حاولي توصلي له قولي له ان انا عايز اقابله. ها ده ممكن يوصلنا لحاجات كتير. ده بابا، ثانيه هرد. ايوه يا بابا. انا معاهم. طيب حاضر حاضر. بابا عايز يقول حاجه. في برنامج دلوقتي شغال بيتكلم عن مريم رياض واسباب انتحارها، اتفرجوا عليه بسرعه على قناه سي بي سي. افتح التلفزيون يا دراز. طبعا مسؤوليه كبيره لما فنانه زي مريم رياض تكلمني علشان اصيغلها من مذكرتها. بس استاذ لطفي، يعني حضرتك كنت قريب من مريم رياض في اواخر ايامها، تفتكر تقييمك ايه؟ هي انتحرت ولا اتقتلت؟ الحقيقة اللي أنا شفته في أيامها الأخيرة يخليني متأكد إنها انتحرت. متأكد إنها انتحرت؟ يعني مفيش ولا حاجة من كلام المشككين اللي بيقولوا إنها قد تكون قتلت، مفيش ولا حاجة من دي ولا نسبة بتخليك تشك إنها يمكن تكون اتقتلت؟ لا الحقيقة، أصل حالتها النفسية في أواخر أيامها يعني كانت سيئة جداً، وده بسبب بعد الكاميرات عنها، محدش من المنتجين بيتصل بيها، شكلها كان اتغير بسبب المرض وكبر السن. بس معلش يا استاذ لطفي، يعني كتير من النجمات مروا باحوال متشابهه، دي سنه الحياه، الاضواء بتنحسر والنجوميه بتغيب، لكن مش لازم الموضوع يصل لمرحله الانتحار يعني. صح، لكن هي اصلها يا استاذ لطفي، استاذ لطفي لو سمحت، هل انت مصر، حضرتك مصر ان مريم رياض انتحرت ولم تقتل؟ ايوه متاكد، متاكد انها انتحرت. بيؤكد لنا هنا النهارده وعلى الهواء وعلى عهدته ان الفنانه مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وخليني اتنقل بقى معاك لمذكرتها. انا بعتذر جدا وبعتذر للساده المشاهدين، مش معقول اقول الكلام دوت، ده اسرار مهنه،
أنا آسف جدا، أنا آسف. أسرار إيه يا فندم؟ أسرار إيه يا أستاذ لطفي؟ مريم رياض الله يرحمها يعني ملتك مذكراتها عشان تنشرها، مش عشان تخليها في بيتكو. ومن حق الجمهور إن يعرف محتوى هذه المذكرات، خاصة إنها كأنها أصبحت رأي عام، قضية موتها بقت رأي عام. لكن صعبة الأسرار دي توفت، وأنا أؤكد لك وأؤكد للسادة المشاهدين إن المذكرات دي مضمون، مذكراتها دي مفيش أي حاجة تفيد القضية، قضية موتها، أقصد قضية انتحارها. مش هقول حاجة تاني بعد كده. إذن الإعلامي لطفي الهلباوي ما زال مصر برضو إن مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وحننهي الحوار هنا، مش عشان الإجابات كلها تم أو الأسئلة كلها تم الإجابة عنها، ولا علشان المعلومات اكتملت، لكن لأن الضيف قرر إنه مش هيقول أي حاجة تاني. شكراً أستاذ لطفي الهلباوي، وما زال تحقيقنا مستمر، ولكن بعد الفاصل. لطفي الهلباوي ده كذاب، ازاي مريم تطلب منه يكتب لها مذكراتها وطلع يؤكد انتحارها؟ واهلا بيكم مره تانية في هنا العاصمه، وتحقيقنا في خفايا واسرار لغز موت الفنانه الراحله مريم رياض ما زال مستمرا. معنا دلوقتي الدكتور مصطفى مهران، الطبيب النفسي المعالج لمريم رياض. لكن خلوني اقول لكم بس قبل ما نبدا هذا الحوار، اننا هنا في هذه القضيه بنبحث قضية تتعلق بالمصلحة العامة. هذا الحوار ليس بغرض الإثارة ولا النميمة ولا الخوض في أسرار الفنانة الراحلة اللي كانت بتبوح بها لطبيبها النفسي. هدفنا من هذا التحقيق هو البحث عن حقيقة قضية أصبحت قضية رأي عام. دكتور مصطفى مهران أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يعني في ناس لسه كتير جدا مش مقتنعة بحكاية المرض النفسي، متخيلين انه اي حد بيروح لطبيب نفسي لازم يكون مجنون. ومين قال لحضرتك انهم ما بيروحوش؟ هم ما بيقولوش انهم بيروحوا. النهارده عيادات الطب النفسي بقت فيها مرضى اكتر من العيادات التانيه. المرض النفسي مش عيب، العيب بقى اننا نتجاهله لحد ما يكبر ويفوت اوان علاجه. صحيح دكتور، خليني اسالك بشكل مباشر، هل كانت مريم رياض بتعاني من مرض نفسي؟ الحقيقة مريم رياض كانت بتعاني من العديد من المشاكل النفسية. برغم كل النجاح والشهرة وحب الناس، ازاي يعني؟ النجاح ده كان من بره بس، لكن حياة مريم رياض الفعلية كانت صعبة جدا، خصوصا في السنين الأخيرة قبل وفاتها. أنا عارفة إنه في قواعد كتيرة بتحكم قدرتك إنك تفصح عن معلومات عن المريضة النفسية بتاعت حضرتك، لكن في حدود هذه القواعد إيه اللي ممكن تقوله لنا وتشرح لنا عن حالة مريم رياض؟ كانت عندها إيه؟ إيه المرض اللي كانت بتعاني منه؟ حالتها كانت إيه؟ الاكتئاب. مريم رياض كانت نجمة، الجمهور كله كان بيحبها، الكاميرات والأضواء كانت قريبة منها طول الوقت، مفاجأة ومرة واحدة يختفي كل ده، طبيعي انها تدخل في حاله اكتئاب. بس يعني حاله اكتئاب توصل لدرجه الانتحار؟ حضرتك لسه قايل في بدايه كلامك انه ناس كتير عايشه بالمرض النفسي، ماشيين حياتهم كلها بيها، توصل لمرحله الانتحار؟ عندك حق، هو مش الاكتئاب بس، ده بالاضافه لمرضها ومشاكل عائليه حصلت لها اثرت عليها وولدت عندها ميول انتحاريه. والميول دي اتحققت فعلا؟ للاسف. يعني انتحرت؟ أصعب حاجة ممكن تقابل المريض النفسي استهتار الناس بمرضه. يعني البيت طلع مش مسافر ولا حاجة اهو. ده بيقول إن مريم انتحرت. أنا لما رحت له قال لي ما انتحرتش ولا حاجة. أنا اللي بقيت مش فاهم حاجة خالص. طب ليه الدكتور ده بيكذب؟ نهى، كلمي لي أبوكي، خليه يوصلني بأي حد في البرنامج ده. عايز ألحق مصطفى قبل ما يتحرك من هناك. حاضر يا أستاذ. اهلا يا سياده اللواء. اهلا بك يا شادي. ازي حضرتك؟ عايزك من فضلك توصلني لمصطفى مهران، الضيف اللي كان عندك هنا من شويه. اه بس ده مش يا استاذ والله. مش ازاي؟ طب معاك عنوانه؟ لا للاسف معيش عنوانه والله. ازاي ما تعرفش عنوانه؟ ومش كان ضيف عندك في الحلقه وعربيه الانتاج بتروح تجيبه وتوديه؟ يا سياده اللواء، خطه البرنامج جايه من اداره القناه، وفريق الاعداد ما عرفش اي حاجه عن الحلقه دي بالذات، والاستاذ مصطفى مشي بعد الحلقه على طول ورفض ان الانتاج يوصله. طب انا هبلغ رؤوف يتصرف، ومدام مصطفى موجود في مصر هيعرف يجيبه. يلا بينا. يلا.
سيادة اللواء. نعم. يعني لو ما وراكش حاجة دلوقتي أنا عندي حلقة كمان خمس دقايق، والضيف اللي كان هيجي فيها حصلت له مشكلة واعتذر. لا متأسف، ورايا مشوار مهم. يلا. لو علي أنا عادي يعني، أنا ممكن أتصرف. طيب وظروف الإنتاج إيه؟ لا تمام، الظرف هيوصل حضرتك قبل الهوا. طيب معلش يا هلال، أنا مضطر أقعد لأنهم بيحتاجوا الخبير استراتيجي. خبير استراتيجي؟ آه خبير استراتيجي. قالوا لي منظور، هو الخبير الاستراتيجي ده بيبقى خريج إيه؟ أنا بقول كده برضه. سعادتك لا لا، هلال ما حصلوش حاجة، هو ده اللي حصل سعادتك. ماشي، أنا هعمل إيه دلوقتي؟ طيب هنتفق على حاجة. أنا هسألك سؤال، لو جاوبتني عليه همشيك. مين اللي كلفك بمراقبة هلال؟ بمراقبة هلال مين اللي كلفك؟ هلال بمراقبة كلفك مين؟ أنا بقولها لك أهو بكل الطرق عشان ما تزهقش من السؤال. أنا مش هزهق، أنت اللي هتزهق. لو عندي كلام هقوله كنت قلته. بص أنا فاهم إن أنت خايف منهم، أنا فاهم الموضوع ده، بس أنا مش قادر أستوعبه إن أنت مش خايف مني أنا شخصياً. ضحكتني يا أخ وأنا قلبي حزين. لا نتكلم جد بقى. مش ساعات بتشوف حد كده ماشي طول عمره، ماشي طول عمره في الصح والمظبوط، تحس انه ماشي على الصراط المستقيم كده، وبعدين مع اول غلطه بيغلطها بتحصل حاجه غريبه جدا، بيسوق فيها بيكمل بدل ما يندم، ما بيعملش كده، كانه بيقول لنفسه انا هكمل حياتي بقى وانا وسخ، مع ان ربنا بيقبل التوبه مره واثنين وعشره. عشان كده بقى أنا أديك فرصة إن أنت تنضف، وأنا رأيي إن أنت تستغلها. أنا فاهم إن أنت خايف لأحسن يوصلوا لك هنا ويقتلوك، بس واضح إن أنت مش فاهم أنت فين. صدقني أنا خايف يوصلوا لك أنت هنا ويقتلوك. مراقبتنا ليك مش من دلوقتي بس، ده من ايام قضيه شهاب حامد. طول عمرك بتحب شغلك. الواد اللي كان بيراقبني ما قالش حاجه؟ رؤوف لسه بيحقق معاه. المهم انت ما وصلتش لحاجه جديده؟ والله ظهور مصطفى مهران في البرنامج اكد لي على حاجات كتير لازم نلاقيه. احنا مش ساكتين، وزعنا نشرات على المطارات والموانئ، ولو فكر يخرج بره مصر هيتجاب. مصطفى عنده أجوبة لكل الأسئلة اللي في دماغي. شوف يا هلال، طالما ما خرجش بره مصر يبقى هيتجاب. أيوة نهى. ألو أستاذ هلال، أنا وصلت للمذيع إبراهيم رشدي.
كويس. اهلا يا نورهان، خير يا حبيبتي؟ انا اسفه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد يا استاذ منظور، بس انا كنت عايزاك تساعدني ان انا اقابل يسري الدكروري. حاضر حبيبتي، انا هعمل تليفون لو وافق ونروح نقابله سوا. لا لا، ايه اسفه بس انا كنت عايزه اقابله لوحدي. حاضر يا حبيبتي، تحت امرك. نورهان. نورهان مين وعايزه ايه؟ بنتك انت ومريم، مريم رياض. انت مجنونه ولا شاربه حاجه؟ دي الحقيقه اللي خبيتها عنك مريم. ايه الفيلم الاجنبي اللي جايه تحكيه ده؟ روحي يا شاطره اتلزقي في حد تاني غيري. على فكره انا مش جايه عشان اخد منك قرشي. يعني انت مستنيه بقى ان انا اخدك بالحضن مش كده؟ يعني المفروض اي واحده من الشارع تيجي تقول لي انا بنتك اصدقها. أنا كنت جاية على أمل إني ألاقي حاجة صغيرة الأستاذ هلال كامل حسسني بيها، الراجل اللي عرفني بجد يعني إيه حنية أب في الوقت اللي أبويا الحقيقي بيتبرى مني. هلال كامل، ودي بقى لعبة جديدة بعدك تلعبيها عليا. روحي يا شاطرة بلغيه إن أنا مهما عدت السنين هخرج وهدفعه تمن اللي عمله ده، غالي أوي. وديني على زنزانة يا ابني. وصلنا المكان مصطفى مهران يا فندم. يا هلال بيه، احنا عرفنا مكان مصطفى مهران. عنك انت يا دكتور، الشنطة تقيلة عليك. لا ما يصحش ما يصحش يا استاذ هلال، انا اللي هشيلها. لا 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 لا، انا حالف. هتقع لي حلفاري ولا ايه؟ ايه ده، إيه انت حلفت؟ مش عارف، انا حاسس كده ان انا حلفت. عايز مني ايه يا هلال؟ سيبني في حالي، انا ما اعرفش حاجة. طب ما دام ما تعرفش حاجة طلعت تكذب ليه في البرنامج؟ ما تخافش يا دكتور، احنا معاك، ما حدش يقدر يهددك. قدروا خلاص، شفت؟ عشان ما جالناش من الاول. طب احنا هنفضل واقفين كده مش هنشرب حاجه؟ ايوه يا هلال، انا اللي بعت لك المذكرات لما قريت مقالك الاخير وعرفت انك بتدور على قاتل مريم. انت جبت المذكرات دي منين؟ انت ما قلتليش ان معاك نسخه. انا حكيت لك قبل كده يا هلال ان مريم كتبت المذكرات دي كعلاج نفسي ليها وتفريغ لكل اللي جواها، وسابت لي نسخه بكل اللي كتبته. ده كان قبل الاحداث اللي بعتها لك في الجزء الاول. في الوقت ده مريم كانت فاقت واستجابت للعلاج وبقت أحسن كتير وبطلت تجيلي. بدأت تعمل حفلات عندها، محاولة منها إنها ترجع تاني للأضواء لحد ما حصلت الأحداث الأخيرة ومريم رجعت لي تاني. اللي أنت كاتباه ده لو وقع في إيد أي حد أنت ممكن تروحي في داهية. يا
أنا مش جاية لك عشان تخوفني يا مصطفى، أنا ما بقتش بعرف أنام، ابتسام بقت بتظهر لي في كل أحلامي وبتستنجد بيا، ده غير ضغوطهم عليا عشان أشتغل معاهم. وما كانش في إيدي أي حاجة أعملها. مريم بعد كده تعبت وصرفت على علاجها كل اللي معاها، بس الدكاترة نصحوها إنها لازم تسافر برا، لأن علاج حالتها جوه مصر ما منوش أي فايدة. طبعا المسؤولين رفضوا سفرها على حساب الدولة. في الوقت ده أنا كنت في إنجلترا، جالي عرض بالتدريس في جامعة هناك. مريم بقى كانت خلاص ما بقاش فارق معها أي حاجة، خوفها ورعبها إنها تموت على إيديهم راح بعد مرضها اللي كان ممكن يقضي عليها لو ما تعالجتش. يعني هي فعلا كانت ناوية تنشر مذكراتها؟ أيوه، قررت إنها تفضحهم، ما بقاش عندها حاجة تبكي عليها. اتفقت مع صديق ليها اسمه لطفي الهلباوي إنه يصغ لها المذكرات دي، وحكيت له على كل حاجة بالتفصيل. بعدها لطفي الهلباوي راح للبشوات وبلغهم بكل اللي قالته مريم. ساعتها اقتحموا الشقة عشان يدوروا على المذكرات. أيوه، بس النسخة الوحيدة اللي كتبتها مريم بخط إيديها كانت معايا أنا. جالها تهديدات من بسيوني إنها لازم تسكت يتحصل صاحبتها. يبقى ده الوقت اللي مريم راحت فيه الفندق. بالظبط، اضطرت تهرب لهناك واتصلت بيا وانا في انجلترا. ايوه يا مصطفى، انا كتبت المذكرات بنفس طريقه روايه عوالم خفيه. انت الوحيد اللي هتقدر تحل الالغاز وتوصل للادله، لانك قريت الروايه. انا هشيل المذكرات في خزنه الفندق، هتيجي هتقول لهم اسمك هيدوك المذكرات. اسمعني يا مصطفى ارجوك، مفيش وقت، لو حصل لي اي حاجه طلع المذكرات وافضحهم كلهم، ما تسيبش حقي. انت فعلا كنت هتنفذ كلامها وتفضح الناس دي؟ انا الحقيقه وقتها ما فكرتش، ما عرفتش افكر، كل هم ان انا كنت رايحها وارضيها، بس ما كنتش عارف انها ممكن توصل لقتلها. نهابها بعد كده استدعتني عشان ياخدوا اخوالي. وقتها بقى جالي بسيوني بنفسه وقال لي اقول ايه بالنص. انت ازاي تبقى عارف المعلومات دي كلها ما تشهدش بيها؟ هددوني بعيالي، انا كنت مراقب ومهدد، لا عارف اعيش ولا عارف اشتغل. لا لا، انا مش قد الناس دي. رحت وشهدت واكدت في التحقيق ان مريم ارتحلت علشان ما يأذونيش. بعد كده خدت اسرتي وسافرت على بره مصر لحد ما قررت ان انا ارجع تاني. قلت خلاص اكيد الموضوع اتنسى، بسيوني كمان كانت شال من منصبه. ولما طلعت في البرنامج وقلت انها انتحرت كنت تحت تهديد برضه؟ ايوه، بسيوني ناصر ولطفي الهلباوي جولي وهددوني واجبروني ان انا اطلع واقول الكلام ده. يبقى هو تتحرك دلوقتي حالا للقبض على بسيوني. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن، الورق ده هيساعدنا جدا، وفي أسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. أنت عارف المشكلة فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. مستنينك معك في أي حتة، واخدين بإيدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك، دايما سندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في أي حتة، واخدين بإيدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. مستنينك
واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك بطل قد التحدي طبعا حافظينك مستنينك معك في اي حتة واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك مش باخد رايك يا محمد. شركه حديد اسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعقود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك يا بسيوني بيه. ابعدني عن انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسيه مسكنه على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها. وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم. ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه يا منى. زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا هلال. زيزو فاء مبروك يا حبيبي. الحمد لله كان كابوس. الحمد لله. وحشتني قوي يا هلال. انت اللي وحشتني قوي قوي قوي. يلا الحمد لله على السلامه بقى يا زيزو. شد حيلك كده بقى عشان تعمل لنا حفله حلوه كده. ها ان شاء الله. الله الله الله. وجاي لك ورد كمان يا عم. معجبات بقى. حمد لله على سلامة حفيدك. أنا عايزة أشوفك مريم. تفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي. ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال. اللي زي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. لا البلد دي مش هتقع، ولو في ألف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنتوا خلاص بقيتوا بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا ما بقيناش بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت. عرفت أكتر من اللي لازم تعرفه، مع إني اتصلت بيها وحاولت أنقذها، بس طلعت غبية، رفضت. أهلا يا مريم. أهلا. معالي الوزير بلغني إن سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل. أنا عرفت إن الدكاترة هنا في مصر يشكوا إن احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. انا قدمت طلب لوزير الصحه عشان اسافر اتعالج على نفقه الدوله، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس انا اجبرته انه يمضي قرار سفرك بره البلد، والقرار اهو. انا مش عارفه اشكر سعادتك ازاي. انت فنانه كبيره، ياما امتعت الجمهور المصري باعمالك العظيمه، حقك ان البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك اجراءات السفر انا
محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. أنت هي خدمة قصاد خدمة. في السياسة كل شيء مباح. ده سياسيه كنتم. اوعى تفتكر ان حكايه الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجه غريبه جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غاده بنتك متورطه في قضية تجارة الأعضاء؟ أنا آسف. على فكرة أنا اللي قلت الجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على اللي كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيك أنتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي أنت بتشتغل فيه بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كمان رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات ويبقى لعبه في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط. بس اللي ما عملتش حسابه ابدا ان مذكرات مريم رياض تقع في ايدك انت. انا تاكدت ان المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. أنا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي إنها ناوية تنشر مذكراتها وجايبة فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحها ويقول لها لا بلاش، بس هي طلعت غبية وعنيدة. وبعد عمال تقول لي بتقتلها، قتلتها. أنا مش فاضل الحاجات دي. أنا ما قتلش، أنا أمر وحازم ينفذ. أهلا يا هلال بيه. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، وهو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذك يا شريف باشا. هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلتوا مريم رياض وقتلتوا ابتسام فهمي وبسيوني ناصر، ضحيتوا بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خسارة. مفيش أي حاجة تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الأطفال اللي معاك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزلهم السوق. طيب، عايزك تقابل حسام الرشيدي، حاول تخلص معاه صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ تجيب التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيسجل لك عشان يأمن نفسه،
مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، اديتها لمريم رياض، مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وانت هتدفن معاها. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت أقولك، مش أنا قدمت التسجيلات دي للأمن الوطني عشان أأمن نفسي. حازم نفس. مؤاخذة يا أستاذ هلال، أخرت عليك. أهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الأمن الوطني. احنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحرامية دول بياكلوا ازاي. معلش يا ماما، يعني تعبتك معايا. تعبك راح يا حبيبي. حبيبي؟ ايه ده؟ وانا لسه بحلم في الغيبوبة ولا ايه؟ كرأي يا ولد، لما أم تقول لابنها يا حبيبي يبقى بيحلم في الغيبوبة برضو؟ لا مش قصدي يعني، بس أنا فاهمة قصدك كويس، وإن شاء الله ربنا يقدرني ويعوضك عن كل اللي فات. سيبك من الكلام ده كله، ربنا يخليكي لينا. هنبات هنا ولا ايه؟ البيت وحش قوي من غيركم. هو محدش قال لاصحابي ان انا جاي ولا انا راجع النهارده ولا ايه؟ اصحابك برضو ولا حد بعينه؟ يلا بينا. يلا. اوعك تحس بالفشل مهما كان، املك في رب كبير، ما تسألش عن اللي بيحصل فيك، اكيد ده كله خير. نايم حتى في حلم شايف الامل موجود، صاحي جوايا حلمي عدي بيا اي حدود. احلم يا صاحبي، الحلم ده بداية النجاح، حط تركيزك في اللي جاي، انسى اللي راح. قوم وعالج، انسى كلمة مستحيل، الدنيا كلها قدامك، عندك مليون سبيل. سبيل في كل خطوة سعي عدت عليك، قعدت تبكي على اللي فات وما فتحتش عينيك. فتح وشوف حواليك كل اللي بيحبوك، واقفين في ظهرك وما فكروش في يوم يسيبوك. ولو حسيت انك لوحدك بص حواليك، هتلاقي الكل واقف جنبك ومستنيك.
في نهاية مقالاتي عن عوالم خفية أغلق آخر صفحة لمذكرات مريم يارا بعد كشف كم الفساد الذي قابلته خلال رحلتي في العوالم الخفية. لابد أن أظهر الجانب الآخر من الصورة، وأبدأ بالشكر للقائد العسكري لمجموعة عوالم خفية، النقيب رؤوف ضابط الأمن الوطني. أول ملف يمسكه كان الملف بتاعي. رؤوف ده من كتر حبه في شغله ساب مراته ليلة دخلته. معلش يا حبيبتي انا اسف، ياما تسببت له في مشاكل مع مراته. انا هلال كامل، عايز اقابلك دلوقتي. انا جاي لك حالا يا استاذ هلال. حالا فين يا حيلتها؟ رايح فين يا حيلتها؟ ايوه يا استاذ هلال، ايوه حالا اهو حالا. اهلا مؤاخذة، البطاقة. رؤوف ياما واقف جنبي وكان زي عماد ابني، سبحان الله ما كنتش طايقه ولا كان نازل لي من زور. استاذ هلال كامل؟ مين حضرتك؟ رؤوف هاشم، ضابط من الأمن الوطني. بس طلع ابن حلال. ايه هي نعم دلوقتي هو اللي ما بقاش طايقني، بس هو برضه حبيبي. معلش هانت يا حبيبي هانت. شوف التليفون. الو ايوه يا فاطمي، هو انا ممكن احاول ادبك؟ النقيب رؤوف بعد أن حقق أول انتصاراتي في حياته الزوجية. غادة طول عمرها مستقوية، مش على اللي حواليها بس، على نفسها كمان. الشيطان مش محتاج يوزني. امضي يا نجلة. كان دايما ضدي في اختياراتي ليها، برغم اني كنت ببقى خايف عليها. ايه بقى الغلطة اللي انا غلطتها مش قادرة تنساها؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيدة بسبب السجل بتاعي، مع ان مش قتل قتل ولا حرامي. دايما مستقله بنفسها، حتى لما بقت ام بقت بعيده عن عيالها. عاجبك الفضايح اللي انت عملتها دي؟ ما ترد بتاع الحفلات المسموعه. ماما بعد اذنك انا جاك باو، انت تخرس خالص. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه، وانت عامله كاننا اتنين صحاب. ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله، المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ابعت اجيب مأذون واتنين شهود ولا ابقى شجره وانتوا اتنين ليمون؟ دي اسمها قله ادب. واللي كان بينها وبين جوزها كان مصلحتها وبس. طب ما تنساش العمولة بتاعتي لما الموضوع يمشي. امال حبيبتي عينيا. عادي اننا نغلط، بس المهم نعرف الغلط ونصلحه. طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهادة تقدير ومية ألف طز فيا، المهم الناس تسقف لك. جايز كده ارتاح ضميرك. ساعات الواحد بيبقى محتاج ألم علشان يفوقه. هو قال ألم هيموت بس هيخليه يمشي عدل. فجأة بنلاقي بناتنا كبروا واحنا مش واخدين بالنا، ومع الوقت بيتغيروا واحنا مش حاسين، وساعتها بنسأل نفسنا هم ليه دايما واخدين جنب بعيد. رغم ان احنا اللي بنبقى بعاد. خدوا بالكم من بناتكم واحضنوهم، اهدنوهم عشان ما يدوروش على حضن غريب، وساعتها مش هنلوم غير نفسنا. عماد برغم انه كان عكس غادة في كل حاجة وعرفت ربيه عنها، لكن ما طلعش زي لما كانت تقابله مشكلة كان بيهرب منها وعمره ما واجه، ودايما كان بيبص تحت رجليه زيه زي نهى. طول عمرها ماشية ورا ابوها. بابا تاني؟ نهى امين انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. ولما فائد كان متاخر برضه، بس قدرت تقف وتواجه. احنا ما فيش منا كلام اصلا، ولو ما فيش بقى بالله من الدبل اللي انت فيها دي. مش عايز اشوفك. هيبقى ليها مستقبل كبير في الصحافه، ممكن تفضل طول حياتك تدور على نصك التاني، النص اللي يشبهك، ويوم ما تلاقيه الفرحة بتعرف طريقها. على فكرة يا عماد، نهى عملت مجهود جبار عشان مادو يتكلم عربي. نفسي بقى اسمعه بينطق عربي. أنا علمته شوية قواعد كده بس، واحدة واحدة هيتعلم كل حاجة. بجد؟ أيوة بجد. ثانية واحدة بس أفكره. يلا حبيبي ابدأ بالقواعد. يا لهوي يا خرابي.
فضحتي. هي دي قواعد. مصري ولا مش مصري يا بابا؟ مصري مصري ومن الوراقة كمان. حبيبي. رب أخ لم تلده أمه. دراز صديق عمري. أنا وهلال طول عمرنا أصحاب من زمان قوي، ده عشنا طول عمر. أنا لما كنت أقع في أي دقيقة كان أول واحد ألاقيه جنبي هو. أيوة عمان، دراز اتقبض عليه. كلم غادة خليها تلحقه على اسم عبدين. ده إيه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ أنت عندك واسطة كبيرة الظاهر. أنت تعرف هلال كامل؟ بالرغم من إننا مختلفين في حاجات كتير. يبقى هتضطر تنزل أنت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. أنا لا يمكن أعمل حاجة زي دي. أنا كنت برفض أي حاجة ضد مبادئي، مش بقبل أي وضع، لكن دراز كان مرن شوية. لكن أوام كان بيفوق ويرجع في قراره. إزاي تقبلها على نفسك إنك تشوه اسم صديق عمرك؟ ازاي؟ اوقات ربنا يرزقك بصاحب زي اخوك بالظبط، واوقات يرزقك باخت برضه زي اخوك بالظبط. الله، سافر الله العظيم يا رب. غيره يا جمالك. قابلتي عفيف؟ غيره دي بقى. بص لو بصي حلاوه. كفايه كفايه بقى عفيف، انت ايه ما بتزعقيش؟ طيب بقى بص بقى، صفصوفه الجميله بص فيها شبه مني. فيها شبه منك يبقى بلاش منها. خلاص ارتحتي. زيزو. هلو. ايه يا ابني في ايه؟ انت حاسس كده بقى ليه؟ اللي في سنه دايما بيدور على قدوه ليه عشان يبقى زيه، ودايما بيبقى الاب قدوه ابنه. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. لكن زيزو كان عاقل والحمد لله انه ما خدش ابوه قدوه ليه. بس انت بتضربني ليه؟ انت فاكر انك هتربيني؟ فاكر اني بعتبرك اب بجد؟ انت عمرك ما كنت مثل اعلى ليا. كان طالع لامه في الحاجه دي، رافض كل اللي حواليه وعايز يتغير عنه، بس للاحسن طبعا. مهما برضه حاولت مش هتقدر تكسرني، احتياجي ليكوا مش مكترني، اب وام مش معايا يبقى الظهر ده مش ورايا، مهما حاولت اني اغير برضه باخد على قفايا. ومن ساعة ما قعد معايا وهو شاف ان عمره ما كان هيشوفه في حياته اكشن وخطف. اوعى يا عم ضرب نار. زيزو ومستشفيات. ساعات بيبقى عندك حلم وعلشان تحققه محتاج تصرف عليه، وعشان تصرف محتاج تشتغل، ولو قدرت تعمل ده تبقى نجحت في الاثنين، الحلم والمشروع. بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤولية، حسيت لازم تقول رضايتك هدية، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس، باصص لنقطة واحدة هي برضو بصة ليها، دوشة ومعزيم وناس وكروشة انت وهي فيها. وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا، من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ليها كان بالنسبة لي حلم، انا لحظة حب ليها احلى مشهد جوا فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها موت، حب مالوش قواعد عدي بيه كل الحدود. عادي نبقى في اتنين تايهين مش لاقيين نفسهم. يا صباح الجمال. ايه يا عم خدتني. ولما يتقابلوا صدفة يقدروا ساعتها انهم يلاقوا نفسيهم ويحققوا ذاتهم مع بعض. نوران
بنت اتولدت لقت نفسها في الدنيا من غير اب ولا ام، وكمان عاشت طفولتها في ملجأ. يمكن كل واحد كان لوحده ضايع او مش عايش صح، بس مع بعض هيلاقوا نفسهم ويكملوا اللي كان ناقص في حياتهم. ابسط يا عم ده الليله اللي تقعد كله فرحان لك من صبح لحد الفجر، عروسه زي القمر ربنا يخليها لك حافظ عليها دي جات لك بعد سنين الصبر. الليله بقى بينا امكوك واحنا جايين مبسوطين، كلامنا جاي من عقل فوق لو انت اسد احنا ترمين، جايين بقلب واقفين طالعين بجد مش نازلين، عارفين اننا جامدين بنقول ومش مش ساكتين، جايين نفرح نلعب ونهيس جايين نرقص العريس، جدلو ونمسي عليه نرقص شعبي نلعب باليه، هنولع الدنيا بكلامنا خد مني ده كلام مفيد ما فيهاش كبير قدامنا من كده بنشيل حديد، ولعناها من غير ولاعة اسمع وافهم واستفيد لك بقى غطى بلاعة تعالى ده انا عندي الجديد، الفرح فرحنا والدلع دلعنا والشارع بتاعنا ولو راجل معنا وده ليا زمان عجيب ركبت النملة ديب، ما تخلي كله في حاله ده الحل عند خاله، انا قاعد بنشف وطر ولو ماشي انا بجري وفي الهلسة انا بدي وديتك البحر رجعتك عطشان، صاحبتك خليتك في دماغك تعبان، سمعتك كلامي شفتني فدام، كرفتك ومشيت وسبتك ندمان، عشاني اسمعني وخليك تمام، انا ممكن اخليك ما تعرفش تنام، غوضنا في كلامنا طلعتك خسران، دلوقتي هسيبك وهمشي سلام. عوالم خفية أستاذ هلال كامل؟ أهلا وسهلا تفضلي. يسرى أيوة أنا كنت عايزة حضرتك في موضوع بس سري حبتين. خير سري إزاي يعني؟ أنا كنت قريت التحقيقات الصحفية بتاعتك عن مذكرات مريم رياض وكنت عايزة أكتب المذكرات بتاعتي بس بإيدك. لا أنا ما بكتبش مذكرات، اكتبيها أنت ولما يقتلوكي أقراها أنا. هما مين دولت اللي هيقتلوني؟ معرفش الحقيقة معرفش، بس لما أجيله وأقراها هعرف. لا بس حضرتك فهمت غلط، أنا عايزة أكتب قصة حياتي، أكتب عن شغلي مش أكتر. أنت وراكي حاجة النهاردة؟ طب ما يلا بينا. فين؟ على المكتب، انا اصلا ما بعرفش اشتغل غير في المكتب. وفين المكتب؟ في البيت. في البيت؟ اه هنكتب المذكرات فصل فصل وحكايه حكايه. بص انت فهمتني غلط بس انا جايه معاك.